شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما. صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتم عم تحضرونا. حلقة جديدة عم نتم فيها ونلتقى معكم برحلة جديدة لبسة الحلة الرمضانية من مطعم قصر الياسمين بمدينة الشباب بالمزة. محطات من سوريا والعالم وفقرات متنوعة من لامس فيها نبض الشارع السوري رح تكون معنا ببرنامجنا لليوم. تحيتنا دائما بتكون الأولى لرجال الجيش العربي السوري. مشوارنا بلش مشاهدينا لكن بدي صبح على أريج. يسعد صباحك. يسعد صباحك ميسان وصباح الخير لكل يلي قرروا انه يرافقونا بمشوارنا الصباحي بمحطات كثيره اللي بتحمل مواضيع متعدده. رح يكون عندنا وقفه بعالم التغذيه ومحطه ايضا نرصد فيها انشطه المؤسسات الثقافيه بسوريا وايضا لعالم الطفوله حصه بصباحنا، بالاضافه للعديد من الاخبار الثقافيه والمنوعه من سوريا والعالم. تحيتنا الصباحيه دائما من وجهه لحومات الديار اللي بنقول لهم صباحكم نصر دائما ان شاء الله. من مطعم قصر الياسمين بالمزه رحلتنا بلشت، لكن بعد الفاصل انطرونا.
بداية فقراتنا الصباحية لليوم رح نبلش بجولة منوعة من العالم، والبداية من تاكسي مائية. وهذا التصميم انطلق في باريس، حيث سعى مصمموه لكسر الرقم القياسي بسرعة الإبحار. قرير مثلا هذا التاكسي البحري بيقدر يرتفع عن سطح الماء بنحو 70 سنتيمتر، ويبدو أنه شكل أبوابه شبيهة بأجنحة مصغرة للنورس. خلونا نتابع مع بعض التاكسي. يعني هلا بالصيف ريجيم كان الكل بيتمنى يكون موجوده هالتاكسي المائيه، خصوصا باماكن يلي فيها بحر ونهر انهار، لانه هلا على الاصطياف فكل العالم عم تطلع على الاماكن يلي فيها مي. تماما ميسان، وحلوة انه هي بترتفع كمان، يعني فيها متعة باستخدام هالتاكسي. ان شاء الله يصح لنا انه نزور مكان يكون فيه هيك تاكسي ان شاء الله. بس هلا يمكن على العيد على العيد. تمام ميسان. اما هلا رح ننتقل لخبرنا التالي، حيث طور علماء مؤخرا كبسولات فيها كثير من الالكترونيات الدقيقة وملايين الخلايا الحية الهندسية وراثيا، وايضا هي ذات تطبيع هندسي وراثي اللي ممكن انه تستخدم يوميا برصد المتاعب الصحيه داخل الامعاء. طبعا هي النتائج تشير الى انه الكبسولات يمكن ان تستخدم بنهايه المطاف على الانسان للعثور على علامات القرح وامراض الامعاء الملتهبه او حتى سرطان القولون. وهالحبوب المزوده ايضا بكاميرات واجهزه حراريه لقياس الحراره ومقياس الحموضه تبحث بالفعل عن المرض وتتابع الهضم. إضافة لتشفير البيانات، فسيكون هناك حاجة إليها لحماية خصوصية المريض، يعني أريج، وهي يقصد منها أن تستخدم مرة واحدة، لذا عليهم أن يصنعوها لتكون قابلة للطرد من الجسم. يعني دائما في ابتكارات جديدة علمية وخاصة بما يتعلق بالصحة، إن شاء الله تكون بالفعل مفيدة. إن شاء الله. هي أمراض كثيرة عم تكون منتشرة بوقتنا الحالي، فعلا يمكن هي بدها شيء بسيط لحتى يساهم بعلاجها، ومع الزمن عم يمشي الحال قليل. أما هلأ رح نروح لنصائح رمضانية تتعلق بشهر رمضان المبارك، من تابعة بالمادة التالية. الصيام في شهر رمضان يحسن من الصحة العامة للإنسان، لكن بشرط أن يتم بالطريقة الصحيحة، وإذا اتبعت طرقاً خاطئة فإنه يضر. لذا يجب تغيير نمط الحياة للحصول على أفضل النتائج في شهر رمضان وجعله موسماً لإنعاش الروح والجسد. لذلك يجب بدء الإفطار بطبق من الشوربة يلين المعدة بعد نهار طويل من الصوم، ويعوض السوائل التي خسرها الجسم، ويحضر الجهاز الهضمي لاستيعاب كامل الوجبة. إن الإفطار الصحي يحتاج إلى الاعتدال في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار والسحور. من الصعب مقاومة الحلويات في شهر رمضان الكريم، لتجنب السعرات الحرارية يجدر الانتباه إلى حجم الحصص والاعتدال بالكمية. إذا كنت ممن يشعرون بالشبع بسرعة ولا تستطيع إكمال وجبة الإفطار، يمكنك تأخير الطبق الرئيسي إلى بعد صلاة المغرب، وبهذا تكون قد أتحت متسعاً من الوقت لكي تهضم التمر والشوربة والسلطة، وبالتالي التخفيف من إمكانية حدوث تلبك المعدة لديك، والذي قد ينتج عن تناول كمية كبيرة من الطعام بعد يوم طويل من الصيام.
الإنسان رح نبقى بأجواء الصحة، ودايما بيحرص الكثير من كبار السن على صيام شهر رمضان المبارك، وربما يكون البعض منهم عندهم إصابات بأمراض بيصعب عليهم للصيام، ممكن يأثر سلبا على صحتهم. رح نتعرف شو هي الطريقة الصحية لصيام كبار السن، ومتى يسمح لكبار السن بالنصائح، وشو هي النصائح يلي عليهم اتباعها. رح نتعرف عليها أكثر مع أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. صباحك إيفانا. صباحك. صباح الخير إيفانا، أهلا وسهلا فيكي. إيفانا، مثل ما حكينا أنه يمكن كبار السن عندهم شوية مشاكل بيكون، ودايما بيكون عندهم أكيد حب أنه يصوموا شهر رمضان المبارك، لكن بيصعب عليهم. إمتى بيصعب الصيام عند كبار السن؟ هلا مثل ما قلتي، في امراض خاصه ممنوع انه احنا او ما بنفضل انه هن يصوموا في خلالها، الاشخاص اللي معهم سكري، لانه اصلا الشخص السليم بفتره الصيام الطويله ممكن انه ينزل السكري تبعه، فشلون اذا الشخص عنده مشاكل بالانسولين وبالسكري فيفضل انه هو ما يصوم. في الاشخاص اللي بصير عندهم مشاكل اصلا قبل رمضان، اللي هن التلبك المعوي، مشاكل النفخه، الكولون العصبي، يعني الاشخاص العاديين تمام، في الكبار تماما، الكبار السن كمان. شلون بس صيام نحن بسبب عادات الخاطئة اللي نحن بنعملها خلال الإفطار ممكن تعمل تلبك معوي، فإذا الأشخاص أصلا كبار السن أو حتى بشكل الشباب عندهم هالمشاكل يفضل إنه هن ما يصوموا. بس كمان هي من ناحية تانية، الصيام للأشخاص اللي معهم كوليسترول ومعهم شحوم عالية كتير ممتاز، لأنه بنزل لهم إياها خلال الصيام. وبنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط، الصيام بيحافظ على مستوى ضغط الدم. إيفانا، ذكرتي إنه في أخطاء نحن بنرتكبها خلال شهر رمضان المبارك، خصيصا خلينا نخص فيها كبار السن، شو هي الأخطاء يلي بيرتكبوها، وشو بيختلف جسم الكبير بالعمر عن جسم الشاب أو اللي بعمر أصغر؟ تمام، الأخطاء أنه هن بينقصوا المصادر الغذائية اللي نحن بحاجة لها كلنا، سواء فيتامينات ولا معادن واملاح، سواء مصادر غذائيه. هلا من اهم شيء هن بيصيروا انه عندنا كثير مهم الكبار بالسن يدقوا على الفيتامين د، على الحديد، على المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، هذول كلهم بتعطيهم طاقه. الفيتامين د مشان تنظيم ضربات القلب ومشان هشاشه العظام، لانه اكثريتهم بيكون عندهم مشاكل بهشاشه العظام. الفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم للكلى، وظائف الكلى، للرئتين، للهضم، للدوره الدمويه، الاوميجا 3، هذول كلهم مثلا بنلاقيهم بالسمك، بنلاقيهم بالمكسرات النيه، بنلاقيهم بالتمر، بالالبان والاجبان. في كثير من الكبار بالسن بعد الفطور دغري بيتناولوا حلو، لازم يكون في فاصل 4 ساعات عشان ما يصير عندنا تلبك اصلا معوي والهضم ما يكون كامل. في كمان كبار السن بيناموا بعد الفطور، وهذا كثير سيء لانه عمليه الهضم ما لح بشكل كامل. إذا بدنا نحكي شوي بشكل مفصل خلال وجبة الإفطار، شو بتنصحي تكون الوجبة لكبار السن؟ كثير مهم يبلشوا بالمي الفاترة حصراً عشان ما يصير عندهم تلبك معوي، يبلشوا بعدين بالتمر ويقوموا ويصلوا، يرجعوا بعدين يتناولوا، يبلشوا بالسلطة والشوربات، والوجبة الرئيسية تكون على شيء خفيف، حتى إذا بلاها الوجبة الرئيسية حالياً يفضل أنه يقوموا بعد ساعتين أو 3 ساعات من الإفطار ومن التراويح ومن القصص ممكن يأكلوا الوجبة الأساسية. إيفانا، بتنصحي أنه الشخص يعني يتعود قبل بوقت على أنه يأكل شيء كمية قليلة، يرتاح شوي بعدين يكفي إذا كان هو كتير جوعان، لأنه يمكن هذا الشيء قليلة يتطبق خلال رمضان؟ لازم قبل بأسبوع من بداية الشهر الفضيل يبلشوا يعملوا هذا الشيء، سواء بالغذاء وسواء بالدخان كمان. إيفانا، ذكرتي قبل شوية عم تحكي لنا عن مصادر يمكن الغذاء عند الكبار السن، خلينا نتوسع شوي بشو هي الأكلات فعلا يلي ممكن يعملوها حضرتك بما أنك أخصائية تغذية، كبار السن لقلهم ليستفيدوا منها، يعني ياخدوا شيء غذاء كامل. هلا نبلش مثلا بالمي والتمر، كتير مفيد التمر، التمر فيه الطاقة ومصادر المنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، هذا هو اللي بحاجة له. ممكن يشربوا على السحور مثلا لبن وتمر، حليب وتمر، بيكون أخذوا الطاقة وأخذوا الكالسيوم والفيتامين د اللي بحاجة لهم. هلا بالنسبة بنرجع للسلطات، أي أنواع سلطة بس يخففوا الزيت أو يستخدموا زيت الزيتون، لأنه ملعقة زيت زيتون صغيرة فيه 116 حريرة، أفضل من غيره طبعا. هو بعدين بالنسبه للشوربات دائما الخضره تكون فيها شوي، ابتعدوا عن الثقيله اللي فيها الكريمه وهالقصص، والعدس وشوربه البصل وهذا كويسه طبعا، لانه فيها بروتينات النباتيه اللي بحاجه لهم تدعم لهم الطاقه. والمصادر اللي بدنا اياها منها عندنا بروتينات نباتيه وبروتينات حيوانيه، فاحنا بحاجه لها شوربه العدس. بس يخففوا، في ناس بيعملوها بالسمنه بيقولوا لها زيت كثير، فبفضل انه نخفف هذه الاشياء او هاي المصادر الغذائيه.
هلا ببلشوا مثلا بالوجبه الرئيسيه، ممكن رز، لازم يكون موجود الرز عشان الطاقه، لازم دائما يكون في شيء لحم، بس كمان باكد انه يخففوا الدهون الدسم، دائما يستخدموا الزيت الابيض اللي هو زيت المازول او دوار الشمس، زيت الزيتون على البارد ممكن يستخدموا، اللبن لازم يكون موجود سواء على الافطار او على السحور لانه بيرويهم بحاجه لهذا الشيء. ممكن كمان يتناولوا احيانا مكسرات كوجبه خفيفه لانه فيها مجموعه الاوميجا 3 والبيات اللي نحن بحاجه لها كمان. بس شو الكميات اللي تمام ممكن ياخذوها كبار السن؟ يعني هلا بالنسبه للمكسرات قبضه من الحفنه يعني مثل العاده مثل العاده تمام. كبار السن بس بدهم يركزوا على الالبان والاجبان، يركزوا على هدول الشغلات، يركزوا على اللحوم اللي تكون مثلا السمك او الدجاج لانه هن بحاجه لمصادر غذائيه اكثر من الشباب. حكينا عن وجبه الافطار، خلينا نتوسع كمان بوجبه السحور، شو اللي بيناسب شخص كبير بالعمر انه يتناول وجبه السحور؟ ودائما بتركزي انه وجبه السحور كثير مهمه ما حدا يهملها تمام لانشان يقدر يتحمل الطاقه خلال فترات النهار الصيام الطويله. هلا كثير مهم انه ما يحط لترين مي ويقعد يشرب لانه هذا الشيء رح يتعب الكليه، رح يقضيها بس انه هو عم يعني يدخل على الحمام، ما رح ينام منيح، رح يفيق ثاني يوم عطشان وتعبان. هلا ممكن يشرب كاستين مي على السحور، فترات خضره، خيار وبندوره، دائما لازم يكدروا سواء الفواكه او الخضار من السحور للفطور، من الفطور عفوا للسحور، لانه اذا ما شربوا المي اللي نحن بحاجه لها، كميات المي خلال اليوم لانه هن صايمين، ممكن ياخذوها بالفواكه، ياخذوها بالخضار، بالمشروبات العاديه الثانيه. دائما حمص او فول او بيض لانه هدول هضمهم بطيء فبيضل شبعان خلال النهار. وبرجع باكد كثير مهم يكون في خيار وبندوره، فيه يختم بقطعه فواكه او قطعه حلو مشان تعطيه الطاقه خلال النهار. دائما بتركزي انه المي تكون فاتره، شو السبب؟ هلا ليش؟ في سببين، اول شيء ما يصير عندنا عصر هضم لانه لما انت بعد الصيام 14 ل 16 ساعه تقريبا بتفوت مي بارده متلجه بتلاقي الجسم او المعده بصير عندها شوك صدمه، رح يصير عندنا تلبك معوي، رح يصير عندنا نفخه امساك او وجع ثانيه، ونفخة كمان ممكن تسبب مشاكل بالبلعوم وتسبب لنا التهابات. ذكرتي فول على السحور، طيب العالم يمكن إن دائما عندها رده فعل انه فول بيتفخ ما بيقدر الواحد انه هو ياكله، بيتضايق منه، مدى صحه انه الفول مزعج للهضم وللمعدة شو؟ هلا هو مو مزعج، بالعكس هو بطيء الهضم، عشان يقول لك هو انزعج، هو بطيء الهضم بخليك تشبعي، بروتيناته عاليه، كميات المصادر المعدنيه والفيتامينات اللي فيه بحاجه نحن ابدا، هي مو صحيحه. بس هلا بيقولوا لك انه اكلنا فول فانتخمنا او سطلنا اي تمام اي اوكي، فانت حتفوت تنام اصلا هالكم ساعه وترجع تفيق، او بتكون انت اصلا نايم بتفيق بترجع تسحر وبتنام، فما رح يصير معك يعني بيعمل شبع كويس للشبع ممتاز لانه بطيء الهضم مثل الحمص مثل البيض. قديش مهم ايفانا انه بالفعل الشخص قبل صيام رمضان انه يستشير طبيب او اخصائي تغذيه يشوف انه قديش مدى فائده الصيام بالنسبه له، قديش ممكن ياثر سلبا على صحته، شو هي الاغذيه لازم يتناولها، يعني هي ثقافه انه شخص يلجا لاخصائي تغذيه قديش مهمه؟ كثير مهم، يعني انا من رايي اخصائي التغذيه مثل اي طبيب اختصاص ثاني، ولازم اصلا بالعكس هو دائما يكون مرتبط مع اخصائي الاطفال مكمل تماما، مكمل مثل المدعمات والفيتامينات اللي بتكمل المصادر الغذائيه، نحن كمان بنكمل الدكاتره ومكمل الاخصائيين الثانيين الموجودين او الاختصاصات الطبيه الثانيه. ما لازم ابدا يعمل اي شيء بالنسبه للغذاء لحاله او يقرا نت او يشوف فيه او يسمع من فلان، لازم دائما يكون مرجوع اخصائي التغذيه. هي للاسف يعني بالفعل انه مثلا صبايا بيسمعوا من رفقاتهم تمام، الكبار بالعمر بيسمعوا يمكن من الشخص قريب من عمره بيقول انه هذا مثلي، يعني لان لازم اعمل مثل ما بيعمل. لا كثير غلط، في كل جسم له عاداته، له مصادره، له كميات، له سعرات حراريه، له طريقه بالاكل. كنت عم تحكي عن المي، ودائما المي بنقول عنه انه مهم، خصوصا يلي بده ينزل وزنه او حتى اللي بده يحافظ على وزنه او حتى لغذاء الانسان بشكل عام، لكن توزيعه خلال رمضان يمكن هون الناس كثير بتسال عن توزيعه على الافطار بعد الافطار قبل السحور، هو ثلاث ورق بالمي بشكل عام الانسان بياخذهم، كيف بده ياخذهم خلال تقريبا مثل ما قلتي من 2 ل 3 ورق لازم يتناولهم الشخص خلال النهار مشان العمليه الحيويه بالجسم تكون كفاءتها عاليه. كيف بيوزعون؟ كثير سهله، انه هي كاستين فترات على الفطور،
بياكل التمر مثل ما قلت سلطه، بيقوم صلي، بيرجع بعد ساعتين بيشرب كاستين ثانيات، وقبل السحور بنص ساعه كاستين ثانيات. هدول 6 كاسات اساسيات. اما باقي الكميات شلون بيوزعها؟ ممكن مو شرط مي، فواكه، خضار، مشروبات تانية، الزهورات، الزنجبيل، القرفة، هدول القصص مشروبات. مو عصائر الوقت قلتي مشروبات تانية الكل بيكون هلا عصائر الجلابة اوكي لا اوكي منا هدول، بس هدول فيهم سكر عالي. العصائر المفضلة تكون طبيعية، كمان تكون فاترة، كمان مو مثلجة لأنه كمان مثل ما قلت بتأذي. هل امتى بيوزعوا الكمية الثانية؟ هي ما بين صلاة التراويح وبين السحور. في كثير اشخاص ايفانا ما كثير بحبوا المي، يعني ما بحبوا انه يشربوها دائما، او بدهم مين يذكرهم انه يشربوا مي. وفي كثير اشخاص كمان بيمرقوا طول النهار بيقولوا انه نسيت اشرب مي. شو ممكن يعملوا طريقة انه هن ما يشربوا يمكن مي لحالة، يمكن في شوية اضافات اوقات بتكون طبعا. ممكن يضيفوا مثل مبدا الديتوكس اللي هن الليمون ونعنع زنجبيل، بتعطيهم طعم طيب، في ناس تتقبلها، او برتقان، ومن نفس الوقت بتصير جهاز، يعني لما بنحط الخضار او الفواكه بالمي بتصير مفعوله فعلين، بتصير شيء لمضادات الاكسجين، جهاز المناعي، للنشاطه، للفريش. ممكن يفونهم الارم منبه كل ساعه ونص ومشرب مي، فبيذكرهم انه هن اوكي انا بيعطيهم بيقوم بيشرب. حتى اصلا هذا الشيء كل ساعه ونص بيؤدي لنزول وزن بكميات كبيره خلال الشهر، وبيعطيهم الطاقه، بيطرد السموم. ممكن يشرب مثل ما قلت الفواكه والخضار، هدول اذا انا ما بحب اشرب مي ممكن. هلا نحن نفضل دائما المي هي مي، ما في شيء بديل لها، بس انه الاشخاص مثل ما قلتي حضرتك اللي ما بيقدروا او ينسوا، يا يحطوا الارم يا يستعيضوا عنا بالاشياء الثانيه. ايفانا بالنسبه للعصائر بدي ارجع عليها، لانه كثير العالم كانت عم تسال، وخصوصا انه عم نشوف على الفيسبوك بيكتبوا انه لا الجلاب كثير مفيد وتمر الهندي كتير مفيد وإلهم فائدة ولا ما بيضروا ما بيعملوا صحة. هن قديش مدى أنه الواحد يقدر ياخدهم؟ مدى صحة أنه هن كويسين لجسم الإنسان بشكل عام؟ وقديش فيهم سكر؟ هلا هن كتير كويسين، أكتريتهم هن عبارة عن معادن وأملاح نحن بحاجة لها، من حديد لمغنيزيوم ولبوتاسيوم لفوسفور وللجهاز الهضمي. بس السوس دائما بقول أنا أنه السوس بدهم ينتبهوا، اللي معهم ضغط بيرفع ضغط، واللي عندهم هبوط ضغط كتير منيح إنه يشربوا السوس. هلا يفضل كاسة واحدة خلال، طبعا هنا هلا بسمعوا كاسه واحده بكون هنا بقى حاطين لك الابره وعم يشربوا تمام كاسه واحده، لانه سكر مركز مثله مثل العصير المو طبيعي، بيؤدي لزياده وزن. صحيح هو بيروي بس لقدام، لانه اذا كترنا منه بسبب زياده السكر بصير عندنا عطش، خاصة الكبار بالعمر. يعني بالفعل انه هن لازم ينتبهوا خلال شهر رمضان، ما كتير يشربوا عصائر يمكن فيها سكر زيادة. هون انت دايما بتنصحي انه العصير يتم عصره مع الالياف، يعني نحط بخلاط. الكبار السن شو بتنصحيهم يشربوا بالاضافة لللبن يلي اكيد مفيد بيكون لهم؟ ممكن كمان الشاي الاخضر او الاحمر، يبتعدوا عن الكافيين، لانه الكافيين اللي حيخليهم ادرال بول، اللي حيصير لهم عصبيه وتوتر، هنا ما بحاجه لهذا الشيء كبار السن. حتى فنجان قهوه واحد ما بيمشي؟ لا بيقدر طبعا، 3 فناجين صغار بحقلي تمام. يشربوا الزنجبيل وبيعطيهم طاقة، الكمون تعطيهم راحة بالبطن، القرفة كمان كتير منيحة. لما نشرب نحن الألبان والحليب أنا دائما بأكد عليهم للمصادر الفيتامين دال. ممكن كمان مدعمات، أحيانا الختايرة كبار بالسن ما بيقدروا يأكلوا كل المصادر الغذائية ذكرناها، مشان هيك نحن مندعمهم بفيتامينات ومدعمات وحبوب، سواء فيتامين دي، الكالسيوم، الزنك والحديد، مشان نضمن إنه هن أخذوا كفايتهم من هالفيتامينات وما ينقصهم هون لآخر رمضان يصير معنا أمراض تانية بغنى عنا أصلا. هي بالنسبة للمدعمات بشكل عام، بأي عمر بس يبلش يكبر الإنسان المفروض أصلا إنه يفوت على جسمه؟ تمام. بالنسبة للنساء من عمر 30 بتبلش تاخذ فيتامين دال والكالسيوم، بال40 تاخذ الزنك والمغنيزيوم، يعني من بعد ال40 بقى ياخذوا عندك من 30 وما فوق. امتى ايفانا الشخص الكبير بالعمر يفترض إنه ما يصوم؟ كثير مهم. احيانا في شغلات بتصير كمان صح الانساها، انه لما الكبار بالعمر او حتى الصغار او اي شخص بيصير معه اعياء، بيصير معه وجع بطن، بيصير معه دوخه، يوقف الصيام فورا، يفطر، يشوف يقيس ضغطه، يشوف السكري تبعه، وفورا يتناول كاسة المي، التمر، لأي شيء، لما يكون عندنا هبوط أو نزول سكري حاد ممكن يؤدي لدخول للمشفى. احنا بغنى عنا، دين الإسلام دين يسر ما نعسر،
بتعوضوها بعدين، بتدفعوا اي او حتى صداع ممكن احيانا بس بعض الاشخاص شديد شقيقه، هذا طبعا بسبب انه هن ما متسحرين صح، ما عم يتناولوا غذاء وافطار صح، عم يصير معهم هبوط الصداع. هلا كثير منيح للصداع ورق الغار وزيت الغار اذا بدهنوه او انه يستنشقوا، ممتاز للي بكون عندهم شقيقه. الاشخاص اللي معهم السكر مثل ما قلت اول حلقه ممنوع يصوموا، ما في داعي. الاشخاص اللي عندهم كمان مشاكل بالامعاء والمعده كمان يوقفوها. الاشخاص اللي عندهم هبوط حاد بالضغط كمان يوقفوا، عشان ما يصير عندنا نحن مضاعفات ثانيه قد ايه لانه الكبير بالسن يفوت على يمكن الفشل. كمان في كثير اشخاص بيقولوا انه انا حالتي الصحيه ما بتسمح اني اصوم، لكن ما بيعرف مدى تناول بعض العناصر الغذائيه الصحيحه يلي هي بيقدر عن طريقه يخليه يصوم. لهيك هو لازم دائما ينتبه ويتبع برنامج غذائي صحي، كل شخص حسب عمره المناسب له. بالفعل نحن لازم نلجأ لهذا الموضوع وما نهمله، مثل ما بيكون موضوع عشوائي تماما. لازم دائما يكون اخصائي التغذيه تعتبره مثل رفيقك، دائما تساله، ما مشكله نحن موجودين لحتى نجاوب على كل الاسئله، لحتى نعطيكم كل الاستفسارات والمعلومات الخاطئه لاكثريه الناس اللي تلجا لها. فهو مثل ما قلتي لازم يكون اخصائي التغذيه موجود لحتى يعطيهم هالمعلومات، ما شرط يعطيهم نظام غذائي يمشوا فيه، يعطيهم المعلومات الاساسيه اللي هو عشان ما ينقصوا شيء. بس الى اي حد يعني هي الثقافه انتشرت هالفتره، ثقافه انه انا فعلا بدي طبيب تغذيه امشي انا وياه اخصائي يساعدني بحياتي اليوميه بموضوع الغذاء، كثير مهمه وكثير صار هلا عن جديد عنا قبل أكثر ما. بس انا بفضل انه يبتعدوا عن النت ويبتعدوا عن الايل وقال ويتركونا نحن نشتغل. تماما ايفانا، يعني دائما بنقول انه الكبار بالسن بدهم عنايه خاصه واهتمام خاص فيهم. اليوم دائما نحن نسعى خلال برنامجنا الصباحي نقدم معلومه تفيدهم. شو بتحبي توجهي لهم نصائح لكل الكبار بالعمر فيما يخص بالصيام؟ كثير مهم نحن ما نشرب المي المثلجه عشان ما تاذيهم. اذا كان معكم مرض استشيروا طبيبكم بالاول، ومع التعاون مع اخصائي التغذيه اذا بدكم ولا بدكم تصوموا. المصادر الغذائيه المهمه لكم هي كل الفيتامينات والمعادن، بس اكدوا على الفيتامين الدال والبي والاوميجا الاوميجا 3 و2 و6 و9 والمغنيسيوم والزنك، هذول بحاجه لهم كبار السن. يتسحروا نظامي وخفيف طبعا، والفطور يبلشوا شوي شوي خفيف وقوموا صلوا يرجعوا بعدين يتناولوا الوجبه عشان ما يصير عندنا المشاكل الثانيه. ممكن كمان كبير السن مثله مثل الشاب يلعب رياضه ولو انه مشي بعد الافطار او قبل الافطار، لانه احنا بحاجه لهذا الشيء. الى اي درجه ممكن شهر رمضان يكون فرصه لكن الكبار بالعمر ايضا يمكن لحتى يحسنوا من اداء عمل جسمهم، خصوصا مر ذكرت لنا انه على شهر رمضان بتغير استقلاب جسم الانسان بشكل عام بسبب تغيير اوقات الطعام، لاي درجه ممكن يساهم فعلا بانه يساعده؟ كثير، اول شيء الصيام هو بيطرد السموم كلياتها، مثل ما قلت بينزل الكوليسترول، بينزل الشحوم، بينزل اذا عندنا ارتفاع بالسكري بينزل السكري، بيخلي الانسولين يشتغل صح، بيخلي حتى النفسيه اول فتره بس بيكونوا معصبين بعدين بيصيروا رايقين. انا بفضل دائما انه هالمصادر الغذائيه وهالاسلوب الحياه اللي انت بلشت فيه تكمل فيه لكبار السن، بس بدال الفطور الافطار يصير هو غدا، والسحور يصير فطور، والوجبه الخفيفه اللي بيناتهم تكون العشاء تبعهم لما بيرجعوا بعد رمضان. هذا الشيء دائما يتأكدوا على أنه ممكن يتناول كميات قليلة، يكتروا الخضار والفواكه والمشي الرياضة، وقتها هيك هني بصيروا ما بنقصوا مصادر غذائية وما في داعي لأي أنه يصيبوا مرض. بس إيفان يمكن الكبار بالعمر دائما بصير عندهم مشاكل هضمية تمام. لأنه بيختلف يمكن بقى هضم الإنسان بيتغير بشكل عام، فلحظة التعود أو وقت يرجعوا من بعد رمضان أو أول رمضان قديش هي اللحظة عم تكون صعبة عليهم هون، كيف هني بيقدروا يواجهوها؟ هذا الموضوع غذائي او دوائي او كيف بيتواجه؟ لا هو ممكن غذائي اكثر من دوائي، دائما نحن بنفضل الشيء الطبيعي عن الشغلات الكيماويه. شلون بقى ممكن نحن على الفطور وقت ثاني يوم لما بدهم يفطروا يكون كثير خفيف، خيار وبندوره ما رح تاثر يبلشوا فيها، اللبنه، الخبز الاسمر، هذا شوي شوي هضمه صح سهل، الخبز الاسمر شوي لانه القمح بده شوي بده بشبع اكثر تمام. بس يفضل لانه فيه الحديد، ونحن بحاجه لعمليه الحديد والزنك للكبار بالسن. يبتعدوا عن الكافيين لانه يعني دغري ببلشوا الصبح يشربوا دخان فطرت بيدخنوا او الكافيين هذا بيأذي. خلينا انه نحن نبلش بالمي، نبلش بالحليب، بعدين تشربوا القهوه والدخان بعد شي ساعتين من الفطور. الفواكه نبلش فيها، بقول لك انا ما بدي اكل، ممكن قطعه فواكه، ممكن قطعه بسكوتة مع حليب هذا او الكورن فليكس،
فهدول الشغلات الخفيفة المفيدة ممكن يبلش يعود حاله للفطور طبعا هو أهم شيء، لأنه بقى لما نبلش بالفطور صحيح بصير نظام أكلك عادي تماما. إذا أكلتي بيستقلب أكثر. يعني إن شاء الله كل حدا حابب يعني يستفيد من هالمعلومات يكون استفاد منها، وأيضا كبار السن اللي عم يتابعونا يستفيدوا من هالنصائح الغذائية اللي قدمتي لنا إياها إيفانا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا كثير لك إيفانا والمعلومات اللي أعطيتنا إياها لليوم. يعطيك العافية. يعني هلا ميسان رح ننتقل للاجواء الرمضانيه اللي عم تعم المحافظات السوريه وبعد عوده الامن والامان الى معظم الاراضي السوريه بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري المستمره بدحر الارهاب. كاميرا الاخباريه السوريه رصدت اجواء رمضان بمدينه ابي الفداء محافظه حما. تفاصيل اوفى مع مراسلنا بحما حسام الشيخ. يحظى شهر رمضان المبارك بمكانه خاصه عند السوريين، لا سيما بعد عودة الأمن والأمان إلى معظم أنحاء سوريا الذي انعكس إيجابياً على حياة المواطنين فيها. كاميرا الإخبارية السورية رصدت أجواء الشهر الفضيل في محافظة حما في مشهد يعكس عزم وإرادة الحياة فيها. أجواء رمضان كانت كتير حلوة هاي السنة، الحمد لله رب العالمين. الناس كانت متعطشة للفرح، متعطشة للأجواء هاي الحلوة، والحمد لله رب العالمين كان جو ناجح جدا. رجعت الأمور للبلد طبيعية، كنا نتمنى هالأمور هاي تكون من زمان. الحمد لله أجواء بتجنن، وصلي أنا تقريبا 7 سنين بحما، هاي أول مرة بحضر هيك أجواء. الأجواء هاي صرنا زمان فاقدينا، بس بنشكر الله إنه الحمد لله رجعت لنا ورجعت سوريا بخير ورجعت الأمور تمام وسلام وأمان الحمد لله. المواطنون عبروا عن سعادتهم بعودة الأمان إلى سوريا بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي لولا تضحياته لما كانت تلك الأجواء الرمضانية تعود لتعم الأراضي في الوطن. أجواء كثير رمضانية والحمد لله رجعت الأمن للبلد ورجع الأجواء الرمضانية مثل قبل. إن شاء الله نتمنى لكل المحافظات يرجع هذا الأمن ويرجع هاي الأجواء الحلوة اللي بيتمتعوا فيها انه شهر رمضان الكريم. الحمد لله رب العالمين انه الاجواء كثير حلوه ورجع الامن والامان لسوريا، والله بجاه محمد يديم المحبه بين بعضنا بجاه محمد. وهي الامسيات الرمضانيه كثير كنا نحن مشتاقين لها وهلا رجعت، وان شاء الله كل عام وانتم بخير لكل انحاء العالم. الحمد لله انه رجعت الاوضاع على بلدنا وأجواء رمضان رائعة جدا جدا. هلا بيطلع إن شاء الله يعم الفرح بسوريا كلها بمحافظاتها كلها. أجواء رمضانية مسائية تعم مدينة حما، وتنوعت الفعاليات المقدمة من إنشاد ديني وفرق تراث شعبي، بالإضافة إلى المسابقات الرمضانية بأجواء مليئة بالألفة والمحبة والفرح. أريجوا من محافظة حماة رح نروح لدرعا، وبمناسبة انتهاء العام الدراسي أقامت كنيسة درعا بالتعاون مع نادي العطاء والتسامح حفلا موسيقيا ترفيهيا تضمن فقرات فنية منها الغنائية الطربية والترفيهية، شارك فيها العديد من الأطفال. تفاصيل أوفى مع مراسلنا رامي الشاعر. بتلك الموسيقى التي تعزف على أوتار المحبة والسلام، وبهذه البراعم الصغيرة التي تشاع بهجة وحيوية، أقامت كنيسة درعا بالتعاون مع نادي العطاء والتسامح حفلاً موسيقياً ترفيهياً بمناسبة انتهاء العام الدراسي. تضمن الحفل فقرات فنية وترفيهية بمشاركة العديد من الأطفال. اليوم الكنيسة عم تقدم حفل فني ترفيهي للأطفال بمناسبة نهاية العام الدراسي طبعا، وانطلاقة بصيف جميل، صيف طبعا مع الانتصارات الجميلة. إن شاء الله يا رب هيك كل طفل بيوظف هوايته المناسبة، يعني طبعا فنية اجتماعية ثقافية، أي هواية بده إياها إن شاء الله رح نشتغل عليها خلال فعالياتنا بهذا الصيف. نحن بنفخر بالأطفال اللي بدنا نحضرهم، هم الجيل اللاحق يعني، لأن إن فقرة بعديهم كمان تشجيعية لهم، ونتمنى كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. إحنا ما منقصرش بأي حفلة بأي نشاط بصير فورا، يعني المشرفة بتحكي معنا مباشرة وبنكون جاهزين إحنا لأي عمل. عبر الحضور بدورهم عن فرحتهم بهذه النشاطات التي تقوم بها الكنيسة ومشاركة أطفالهم بهذا الحفل الفني. شيء حلو جميل يعني، الله يعطيهم العافية وفرقة حلوة
واطفال كثير مرتبين وجيدين يعني بعزفهم وبغنائهم ما شاء الله حولهم. الله يعطيهم الف عافيه، يعني عم يتعبوا بشان هالاطفال، يعني عم يعملوا جو للاطفال عشان تنبسط. نشكر الكنيسه، نحن وبنتي هون شاركت بالكورال وفعاليات حلوه، يعني الاطفال بغيروا جو وبغيروا نفسياتهم. الله يسعدهم ويكثر خيرهم على هالعمل الحلو اللي يفرحوا اطفال البلد، ان شاء الله منه للاكبر للاكثر. غنيت غنيت يا كرم العلالي وقدمتها لرفقاتي والجيش العربي السوري. جينا على الكنيسه مشان نوي حماياتنا، ونحن ما بيأثر فينا الحرب. كل عام وانتم بخير بمناسبه انتهاء العام الدراسي، وان شاء الله علاماتهم تكون عاليه يعني، وان شاء الله تيجي النتائج مليحه. الاطفال هم ثمار المستقبل وبهم نبني الوطن، ومهما حاول الارهاب بان يفقد الطفوله والاطفال زهوتهم، ستبقى سوريا بوابة الإنسانية التي تطل بها على العالم أجمع. إيش محطتنا التالية رح نترافق فيها بجولة على أنشطة المؤسسات الثقافية بسوريا يلي ما خفت وتيرة العمل فيها، بل كانت سباقة إلى استقطاب الإبداعات الأدبية سواء على المستوى الوطني وفيما يخص حركة الترجمة. يعني وقت نحكي عن المؤسسات الفكرية بتبادر اسم الهيئة العامة السورية للكتاب لأذهاننا كشاهد ثقافي لم تتوقف عجلة الحياة فيها. ولنحكي أكثر عن جديدة بصيرنا أن نرحب اليوم بالدكتور ثائر زين الدين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. رمضان كريم. صباحك دكتور رمضان. اهلا بكم كريم. يا هلا دكتور. دائما نحكي عن الانشطه الثقافيه اللي ما عم تخف وتيرتها بسوريا، خلينا نعرف شو اخر انشطتكم بالهيئه. الحقيقه عمل الهيئه مستمر، يعني هو ليس عملا موسميا بل هو عمل يومي. يعني نحن مثلا مطبعه وزاره الثقافه تنتج يعني كل يوم او كل يوم ونصف تطرح كتابا بين ايدي القراء، وبالتالي هذا العمل مستمر. هناك عديد من العنوانات الجديده تستطيعون طبعا ان ترونها، هذه اصداراتنا الجديده، بالاضافه الى عملنا الاخر الذي يتعلق مثلا بمعارض الكتاب. نحن منذ فترة أنهينا شهر الكتاب في مختلف المراكز الثقافية في القطر العربي السوري، والحقيقة كان شهرا ناجحا، وكان هناك يعني عدد كبير من الكتب التي بيعت. طبعا نحن لا يعنينا البيع والشراء هنا بقدر ما يعنينا أن الكتاب يصل إلى الناس. وبالتالي مثلا أنا أعطي مثال، مثلا في محافظة اللاذقية بيع عدد كبير جدا من الكتب، يصل مثلا المبلغ إلى حوالي 800 ألف ليرة سورية. طبعا عندما أطرح هيك مبلغ هذا يعني أن هناك عدد كبير من الكتب، لأن كتابنا من حيث السعر رخيص. في السويداء مثلا بحوالي 700 ألف ليرة سورية مثلا بيعت كتب. إذا هذا يعني أن الكتاب وزارة الثقافة كتاب مطلوب في مختلف المدن السورية. هذا طبعا جانب. الآن نحن نحضر لمعرض مكتبة الأسد، وستشارك الهيئة العامة السورية للكتاب بجناحين كبيرين كما فعلنا في العام الماضي. والحقيقة في العام الماضي أيضا كان جناح وزارة الثقافة هو الجناح يعني الأكثر لنقل رواجا، كان الناس يقصدونه، كانت كتب الهيئة تطلب حتى بالاسم يعني بالعناوين. بالإضافة إلى أننا نحضر لندوة وطنية للترجمة كعادتنا، يعني هذا هو العام الثالث، ستكون في الشهر التاسع، وهذه المرة ستتناول دور الترجمة والتنوع الثقافي ودور الترجمة في التأثير على اللغة الأم. هذا بصورة عامة. هناك عديد فعلا من الفعاليات يعني التي نخطط لإقامتها خلال يعني هذين الشهرين، بل خلال هذا العام بصورة عامة. تمام، رح نحكي كمان عنهم بسياق حديثنا اليوم. لكن دكتور ثائر، في بعض الصحف اليوم عم تتناول المؤسسات الثقافية وعم تقول هي أنه خفت وتيرتها والنشاطات الثقافية خفت، شو السبب؟ ليه هذا الاستهداف وهالتناول هذا بهيك موضوع؟ طبعا نحن نرحب بكل الآراء صدقا، وأنا أقرأ يعني الصحافة يوميا وأحاول أن يعني أرى ما الذي يعني يشغل بال بعض الصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي. لاحظت هذه المسألة منذ بضعة أيام، أنه الحديث عن هذه المؤسسة الثقافية الرسمية أو تلك يعني بصورة غير طيبة أحيانا. أنا ردي الوحيد ورد زملائي في العمل ما ننتجه، يعني مثلا الكتاب الآن الذي بين أيديكم، سوريا في مواجهة
لو سمحتين عن الحرب الكونية. هذا العمل صدر منذ بضعة أيام. أستطيع أن أقول لكم أن يعني كل عاملي الهيئة عملوا بشكل حثيث ولا سيما في المطبعة. يعني تصور عيد العمال، عمال المطبعة لم يستريحوا، ما عطلوا 5 أيام، الجمعة السبت أحد، حتى أنهم سهروا حتى الصباح حتى أنجزنا مثلا هذا الكتاب. مؤسسة تعمل بهذه الطاقة ولا تراعي حتى مسائل العطل الرسمية، هي مؤسسة ناجحة. هذا أمر يعني لا نستطيع أن نشك به. طبعا هذا كتاب مهم جدا، صدر كما قلت منذ أيام، وطبعا بإشراف الدكتورة نجاح العطار، وطبعا كتب فيه نخبة من المحللين السياسيين والفكريين والعسكريين العرب. يعني هذا الكتاب مكتوب بأقلام عربية، يعني ليس بأقلام سورية فحسب، ولكن هناك أقلام عربية عديدة، والكتاب يقع في نحو 100 صفحة من القطع الكبير. طبعا هذا الجهد أنا أتمنى فقط على زملائنا أحيانا في الصحافة يعني أن ينتبهوا، يعني بمعنى ما نسوق الناس كلها بعصا واحد. يمكن المتابعة أو يعني السؤال عن آخر الأعمال، يروحوا يسألوا لحتى يدروا يعرفوا يعني، وخاصة يعني بعض المؤسسات التي صمدت، يعني وزارة الثقافة، وأنا لا أتحدث لأني يعني عامل فيها، لكن وزارة الثقافة خلال 7 السنوات الماضية يعني ما قدمته لم تقدمه أي وزارة ثقافة في العالم، والاستمرار بالعمل يعني هذا أمر كثير مهم. الآن على مقربة من دار الأوبرا، يعني شيء بيرفع الرأس، يعني هذا العمل الحثيث، مسارحنا التي يعني مديرية المسارح في وزارة الثقافة، مديرية الفنون التشكيلية وغيرها من المديريات، كل ما قدمته خلال هذه السنوات يعني في الحقيقة يستحق أن نفخر به. يمكن في بعض المؤسسات زاد عملها عن فترة ما قبل الحرب. نحن نطرح في العام حوالي 200 كتاب يعني، وفي موضوعات هامة. مثلا لو سمحتي هناك كتاب مثلا عالم المخدرات والجريمة بين الوقاية والعلاج، أيضا اللي تحت هذا تماما. هذا صدر منذ أيام. طب لاحظي هذا التنوع الشديد في الموضوعات التي تطرحها كتب وزارة الثقافة. هذا كتاب مهم جدا للناشئ الآن يعني تجنب مخاطر المخدرات وما شابه ذلك. كتب الأطفال مثلا، مجلة أسامة الرائعة التي ما زالت وزارة ومنذ 60 القرن الماضي ما زالت تصدرها بشكل جميل وبأعداد لافتة للانتباه. ثم فكرة الكتاب الناطق الذي بدأناه في العام الماضي في الحقيقة. نعم، فكرة الكتاب الناطق يمكن أخذت صدى كبير تماماً، في كثير أشخاص يعني اهتموا بهذا الموضوع ورحبوا فيه. يعني حتى في برنامجكم هذا تحدثنا من قبل عن يعني هذا الكتاب الجميل المهم الذي يمكن للشخص أن يستمع إليه دون أن يقرأ بالسفر بوين ما كان موجود تماماً. الشخص بيقدر يعني فعلاً أنه هو يستطيع أن يحصل على الثقافة والمعرفة من خلال. وبالتالي هذا الحجم من العمل أنا فقط أتمنى يعني أن ننتبه له، أن نشير إليه، فإن لم نرد أن نشير على الأقل ألا نسيء إليه تماماً. يعني ليس فقط فيما يتعلق بعملنا، ولكن حتى مثلاً دار نشر خاصة سورية متميزة علينا ألا نهاجمها إلا إذا يعني إذا كان في خطأ. تماماً، إذا خطأ ما خطأ ممكن أن يعني أن نعمل معاً نعم. على تلافيه وعلى استدراكه. لكن هذه أحياناً طبعاً بعض وأنا ينبغي ألا أقول ذلك، لكن بعض الساخرين مزح قال يا أخي ما بتعرف قد يكون هناك تغيير ما في البلد، فشخص ما يريد أن يلفت الانتباه لنفسه مثلاً. طبعاً هذا شأن الآخرين، لكن نحن بشكل شخصي نستقبل كل الآراء، كل الأفكار، ونطور عملنا، ونرجو أن تكون أراء بناءة. الكل بيتقبل النقد البناء أكيد. دكتور دكتور، بما يخص الكتاب الناطق يعني اللي عم تشتغلوا عليه، خلينا نعرف كيف عم يتم اختيار الكتب يلي عم نعم. ما طلعت الكلمة ولا يهمك. نحن نحاول أن نختار يعني الكتب الهامة. مثلا الآن في المطبعة نطبع DVD هانس أندرسون، قصص هذا الكاتب الدنماركي المتميز، وهو من أكبر كتابي الأطفال. اخترنا مجموعة من يعني قصصه المتميزة والجميلة، سجلت بصوت جميل، صوت شاب وصوت فتاة. طبعا أول البداية بدأت بأن كلفنا أديبا أن يختار مثلا أجمل هذه القصص فاخترناها، ثم أيضا سجلت في استوديو خاص بصوت معين. فيما بعد تأتي مسألة الإخراج الفني يعني العمل الفني ما يشبه عملكم في التلفزيون، بحيث أنه يعني يقدم هذا العمل مثلا مع صور مرافقة كرتون، صور تصف الحكاية.
تصف هذه الحكاية، تقدمها للطفل، لأن الطفل ممكن أن يجلس على جهاز كمبيوتر فيستمع إلى القصة وهو يرى الأفلام المتحركة التي تناسب القصة. هذا العمل سيطرح بعد بضعة أيام، بينما مثلا بين يدينا على سبيل المثال هنا مثلا مختارات من الحماسة الشجرية، هذا كتاب مهم جدا في التاريخ العربي، حققه ذات يوم الشاعر المعروف عبد المعين ملوحي. اخترنا من هذه الحماسة مجموعة من أجمل القصائد فيها، وسجلت أيضا بأصوات جميلة بحيث يستطيع المتلقي أن يستمع لعديد من القصائد باستخدام يعني هذا القرص المدمج. دائما بتسعوا يمكن لاستقطاب المواهب الشابة، وأيضا في عندكم نوع من يمكن إذا فينا نقول جهد حثيث بالترجمة أيضا، وأيضا تسعون لمنافسة بأسعار الكتب، يعني هذا العمل المشترك والجهد المشترك اليوم قديش عم يتجسد بالفعل على أرض الواقع؟ صحيح. الآن عمل الهيئة العامة السورية للكتاب له جانبان مهمان. الأول طبعا بالتأكيد نحن نحرص أن نصدر كتبا لأهم المبدعين السوريين والعرب، وأن نترجم لأهم كتاب العالم، لكن هناك شطر آخر من عملنا نحن ننتبه له. هناك مثلا لدينا سلسلة إبداعات شابة، في هذا الكتاب نصدر مجموعة شعرية متميزة لشاعر سوري قد تكون هذه مجموعته الأولى لكنه موهوب، نصدر مجموعة قصصية أيضا جديدة لشاب يعني ما زال يتلمس دربه في مجال القصة القصيرة، نصدر مثلا ماذا أيضا مسرحية، عمل مسرحي أيضا لفتى أو لفتاة موهوبة أو موهوب، وقد يكون العمل الأول أو الثاني، بمعنى أننا أيضا نسلط الضوء على المواهب الشابة الجديدة، هذه لا نهملها. طبعا البعض أحيانا لا يميز، يقول طب انظروا هذا كتاب يعني ليست سويته كما ينبغي أن يكون، لكن عندما ننتبه أنه مثلا تحت سلسلة إبداعات شابة هي فرصة، تماما نقدر أن هذا المبدع ربما كان هذا عمله الأول، وهذا واجب وزارة الثقافة أن تأخذ بيده. لازم تستقطبه فعلا لحتى يمكن هو يتحسن ويقدر ان هو يتميز بكل اصداراته. صحيح. ذكرنا كانت عم تحكي ارجع عن الترجمه، وحضرتك حكيت لنا انه في ندوه عم تحضروا لها، ندوه ترجمه. نعم. اليوم شو هو دور الترجمه فعلا يمكن، وشو الشيء اللي عم تشتغلوا عنه معه انتم بالهيئه؟ نعم، اذا كنتم طبعا أنتم والمشاهد الكريم تذكرون نحن تحدثنا أيضا من منبركم هذا عن المشروع الوطني للترجمة، أطلقنا هذا المشروع منذ سنتين تقريبا، والحقيقة بإشراف مباشر، وأنا يجب أن أحيي الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة وبمتابعة حثيثة، أطلقنا هذا المشروع وكلفنا نخبة من المترجمين ومن يعني دارسي الترجمة، فوضعنا يعني خطة تنفيذية لهذا المشروع. هذا العام مثلا ضمن الخطة لدينا ما لا يقل عن 60 كتاب ينبغي أن نترجمها إلى العربية. أنا أقول إن شاء الله أن نترجم 50 كتابا، وهذا يعني يكفي وهذا جيد. هذه الكتب تتناول مختلف وجوه المعرفة، يعني نجد كتبا في الفكر السياسي، كتبا مثلا في النقد الأدبي، كتب فكرية، كتب ثقافية مختلفة، حتى كتب في الثقافة الطبية وما شابه ذلك، كتب تتحدث عن الأزمة السورية من يعني زاوية رؤية الآخر. إذن هذه الأعمال نطمح إلى ترجمتها هذا العام. طبعا العام الماضي نحن أيضا أصدرنا عددا غير قليل من الكتب، نحاول أن نركز على هذا الجانب تحديدا، يعني لما له من أهمية كبيرة. أنتم تعلمون أن الأمم في لحظات مصيرية كاللحظة التي تعيشها سوريا يعني تطمح لنقل معارفي وثقافاتي وحضارات شعوب أخرى إلى لغتها وأيضاً وحضارتها، وأيضا نقل ثقافة سوريا إلى الخارج، هذا جانب أنا أتمنى أن نستطيع مستقبلاً العمل عليه. يعني بمعنى أنت تقصدين الترجمة الأخرى. نعم. يعني أن نترجم من العربية مثلاً إلى اللغات الأخرى. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولكننا بعد يعني في الهيئة العامة السورية للكتاب لم نستطع العمل عليها كما ينبغي، لأن لها طبعا الآن نستطيع أن نتحدث طويلا، يعني هنا ينبغي أن تكون هناك اتفاقات كثيرة مع بلدان مختلفة، ينبغي أن يكون لدينا من يترجم ممن يعني يتقنون اللغة الأم جيدا والذين عاشوا في تلك البلاد. يعني عندما سننقل نصا من العربية إلى الإنجليزية على سبيل المثال، لا يكفي أن يكون المترجم مثلا تعلم في الجامعات وأتقن اللغة إلى حد ما، هنا قد يستطيع أن يترجم من الإنجليزية إلى العربية، لكن المسألة الأخرى
في غاية الصعوبة، وأنا أعلم ذلك لأني يعني عشت في بلد ما وتعلمت لغته. المسألة في غاية الصعوبة، ويجب أن يكون هناك اتفاقات حتى لتسويق الكتاب. يعني أنا طيب ترجمت هذا الكتاب من العربية صحيح. الإنجليزية، أين سأسوقه؟ في أي بلدان؟ ما هي دور النشر التي ستساعدني؟ الأسواق التي ستأخذ كتابي؟ هذه المسائل ينبغي أن تدرس جيدا. لكن مثلا ممكن أن تصدر مجلة على سبيل المثال، أن يكون هناك مجلة تنشر إبداع المبدعين السوريين والمفكرين السوريين إلى لغات أخرى، تصدر مثلا عن وزارة الثقافة. وبالماضي كان هناك تجربة جميلة في اتحاد الكتاب العرب، كان هناك مجلتان تصدران بالإنجليزية والفرنسية، يتم ترجمة أعمال كتاب سوريين إلى هاتين اللغات. بدي أقول كمان لحضرتك، يمكن حتى هلأ بوقتنا الحالي يمكن الشباب بسوريا بيحبوا أنه يكون في كتاب إصدار سوري، إصدار وزارة الثقافة السورية بلغة أجنبية، كمان عنا بيقرأوا يمكن بلغات غير اللغة العربية، وممكن يستمتع فعلا بكتاب هو باللغة الإنجليزية. تماما، في كثير ناس بيحبوا هالشيء. هذا أمر أنا أرى أنه يجب أن نعمل عليه على مستويات عليا. يعني ذات يوم في الندوة الوطنية الماضية أنا طرحت بحضور السيد وزير الثقافة يعني مثلا أن تنشأ مؤسسة يعني كاملة حتى مستقلة عن الهيئة العامة للكتاب تعنى بالترجمة. لنسميها على غرار ذات يوم دار الحكمة في بغداد، لنسميها دار المعرفة، لنسميها أي شيء، لكن حصرا يكون عملها في الترجمة، في نقل يعني سواء حضارتنا وأدبنا وثقافتنا إلى لغات أخرى أو العكس. وطبعا يفترض أن ترعى بطريقة خاصة، وأن تقدم لها موازنات كبيرة، وأن تزود بمن يستطيع القيام بالعمل بخبرات، يعني هنا خبرات كبيرة جدا تماما. هذا أمر ضروري. دكتور ثائر، يعني دايما بتسعوا لاستقطاب العديد عبر وسائل تحفيزية ومن الجوائز. نعم. خلينا نحكي عن أهم الجوائز اللي طرحتها المؤسسة. نعم، منذ العام الماضي أعادت وزارة الثقافة إطلاق ثلاث جوائز كانت متوقفة منذ عام 2007 فيما أذكر. هي جائزة حنا مينا للرواية، وجائزة دكتور سامي دروبي للترجمة، وأردفت بجائزة عمر أبو ريشي للشعر العربي. هذه الجوائز السنة الماضية أطلقت من جديد في وزارة الثقافة، والحقيقة لاقت إقبالا شديدا. يعني في مجال الرواية تلقينا نحو 40 رواية، قد يبدو العدد بسيطا، لكن عندما نعلم يعني المشقة في كتابة الرواية وعدد مثلا الذين يكتبون هذا الجنس الأدبي الرفيع والصعب، سندرك أن الرقم 40 ليس رقما سهلا على الإطلاق. طبعا في مجال في عمر أبو ريشة للقصيدة عدد كبير جدا من القصائد تجاوز 70 قصيدة. في هذا العام بالإضافة إلى هذه الجوائز أيضا أحدثت جائزة ممتاز البحرة لرسوم الأطفال، يرسمها طبعا فنانون كبار لكن مخصصة للطفل، وجائزة القصة القصيرة المكتوبة للطفل أيضا بأقلام كتاب كبار. إذن هاتان جائزتان جديدتان تمت يعني إضافتهما للجوائز القديمة، بالإضافة لجائزة لطيفة ومهمة في مجال التمكين للغة العربية بدأناها منذ العام الماضي، تقوم على يعني إطلاق مسابقة في حفظ الشعر العربي. السنة الماضية كانت في حفظ الشعر العباسي مثلا، الآن أخذنا مجموعة من شعراء لنقل مرحلة الإحياء وما بعدها، منها طبعا من أحمد شوقي للبارودي لبدوي الجبل، مجموعة من الشعراء في هذه المرحلة، وطرحنا أشعارهم بين أيدي المتسابقين، والآن يعني نستقبل أسماء الذين يرغبون في التقدم إلى هذه المسابقة. يعني في فعلا تحفيز مثل ما ذكرتي أريج من خلال فعلا هي الجوائز للكتاب المهمين للأدباء، وأيضا للشباب الصغار اللي هلأ عم يحاولوا أنه هن يبلشوا يخطوا خطوة بمجال الثقافة. ذكرت لنا حضرتك أنه معرض الكتاب الدولي رح يكون لكم مشاركة فيه. نعم. شو أهم التحضيرات للمعرض؟ طبعا البارحة، أول البارحة كان هناك اجتماع جيد طبعا بحضور مجموعة من للإشراف على هناك يعني
220 دار نشر عربية وسورية حتى الآن ستشارك في هذا المعرض. طبعا الرقم قد يزداد في الأيام الأخيرة. أنتم تذكرون العام الماضي كان عندنا 175 دار على ما أذكر. إذن الآن فيما في زيادة لا تقل عن 50-60 دار، حتى أن الأستاذ إياد الآن حائر أين يوزع هذه المعارض في فضاء يعني مكتبة الأسد. إذن سيكون معرض متميز إن شاء الله. نحن سنشارك يعني بجناحين كبيرين وسنقدم ما لا يقل عن 1400 عنوان، الكثير منها جديد وكالعادة بأسعار مشجعة جدا. أكيد نحن ناطرين هالاستحقاق ومنتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور ثائر. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا لك دكتور ثائر. يعني منتمنى دائما التوفيق ودائما عجلة الثقافة فعلا تضل مثل ما هي مستمرة بسوريا بكل المجالات. شكرا كثير إن شاء الله لوجودكم جميعا. شكرا. أما هلأ ريش صار وقت أنه ننتقل لغرفة الأخبار وآخر المستجدات بسوريا والعالم السياسي بغرفة الأخبار. شكرا. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بأن الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخباراتية والعسكرية تتابع ترتيب عمليات مسرحية في بعض أنحاء سوريا من خلال الدفع بعملائها وأدواتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين الأبرياء واتهام الدولة السورية زورا وبهتانا بذلك. رحبت وزارة الخارجية الروسية بتسليم سوريا لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي. وأعربت الخارجية الروسية في بيان لها نقله موقع روسيا اليوم عن الأمل في أن يبدي ممثلو المعارضة في سوريا والدول التي تحظى بنفوذ لديها موقفا بناء ويعلنون استعدادهم للعمل اللاحق على دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام دون طرح شروط مسبقة وفق ما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الليلة الماضية على ممتلكات الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر متسببة بدمار وأضرار مادية جسيمة. وردا على العدوان الإسرائيلي قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بعشرات القذائف الصاروخية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة. واعترفت مصادر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 إسرائيليين بجروح جراء شظايا الصواريخ التي سقطت في مستوطن، مشيرة إلى أن الصواريخ تسببت بانقطاع الكهرباء عن عدد من المستوطنات. في خبرنا الأخير، قرر جيش النظام التركي بمقتل أحد جنوده جراء هجوم شنه مسلحون شمال العراق. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي بأن جنديا قتل أثناء قيام الجيش التركي بعمليات في شمال العراق، مضيفة بأن الجيش التركي شن غارات جوية بعد الهجوم على مواقع لحزب العمال الكردستاني. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لكم. أما هلأ رجعنا لحتى نكمل فقرات برنامجنا أريج. ولوين وصلنا؟ وصلنا ميسان لعالم الطفولة ومحطتنا التالية يلي متطرق فيها لأبواب مرحلة عمرية بتتصف بالحساسة وفيها بتم تأسيس الشخصية وبناءها، وبيحتل اللعب دور كتير كبير بهالمرحلة. لكن إذا استند جانب التسلية فيه إلى قواعد تربوية وهادفة. لنحكي أكثر بشكل موسع عن هالموضوع بسرنا اليوم أنه نرحب بالدكتورة راما زرق سفيرة النوايا الحسنة للطفولة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى وطننا الغالي.
تسلمي دكتورة، ينعاد عليكي بالصحة والسعادة. أنشطة كثيرة يمكن بعالم الطفولة خلال هذا الشهر الفضيل عم تشتغلوا عليها، لكن بالبداية رح نحكي شوي عن أهمية اللعب عند الأطفال. شو أهميتها؟ أين تكمن أهمية اللعب؟ اللعب خليني أحكي من أبرز مقومات التربوية اللي موجودة هلا عن جد حاليا باللعب. اللعب طبعا له أنواع وله أشكال وله حسب عمر الطفل بتتقسم اللعب. اللعب له كثير معنى، وخاصة اللعب التلقائي اللي بيبدا من الطفوله المبكره. اللعب لانه بيطور العقل والجسد عند الطفل، بينمي قدراته الخياليه، الادراك، وخاصه اللعب التلقائي. انا كثير بركز على اللعب التلقائي لانه هو بيعطي فسحه للطفل لحتى يبدع، لحتى يقدم شيء يبرز شخصيته. كيف اللعب التلقائي دكتوره؟ اللعب التلقائي هو اللي بيبدا عند الاطفال قبل السنتين من عمرهم. الطفل بيقوم بحركات عشوائية وتلقائية. هذا اللهو اللي هو بيقوم فيه هذا كتير عنده إشباع فيه للطفل. يعني بينمي جزء من، نحن دائما أثبتت التجارب أنه 75% من نمو الدماغ عند الطفل بيبدأ بعد الولادة. فالطفل وقت اللي بيلعب فهو بيخلق له جو، بيعلمه مبادئ كتير، مبادئ اجتماعية موجودة نحن عنا. يعني مثلا وقت اللي بيلعب هذا الطفل مع أطفال موجودين مثلا مثل البقالة مثلا بيفتح مثلا انه مثل محل، فهذا بيعلمه مبادئ اقتصادية، بيعلمه كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع الطفل الاخر، بيزيد من حصيلته اللغوية وقت اللي هو عم يتكلم مع الطفل بشكل متكرر، فهو بيكتسب معارف كتير وإدراك كتير. هذا بيشبع له لهذا الطفل النمو، بيؤدي إلى ربط حتى الخلايا العصبية بالدماغ. فاللعب التلقائي هو لعب كتير مهم. طبعا احنا في آباء أحيانا أنه بيمنعوا الطفل يلعب بهي اللي مثلا أنه لعبة كرة قدم، نزل مثلا لعب مع رفقاته، هي لا، لازم نعطي هذا الطفل مساحة صغيرة كتير ليقوم بهذا الشيء، حتى لو كان عشوائي، حتى لو كان في أذى. طبعا أذى ما حيكون كبير لأنه هو طفل صغير، ما حيكون. فهو كتير هاي المرحلة كتير حلوة وكتير مهمة وكتير بتنمي من شخصية حتى الطفل. اجتماعيا يمكن لها أهمية هي أكيد المرحلة، لأنه هو لأنه طبعا نحن أطفال، وخاصة نحن بالأزمة عنا الانعزال الكامل عن التعامل مع الأطفال بيؤدي للانعزال، للأنانية، لعدم الثقة بالنفس. فأنت وقت هذا الطفل عم يتعامل مع أطفال آخرين بينمي عنده هذا الشيء، بينمي الثقة بالنفس، بيعطيك كيف يكون اجتماعي. فهي كتير هاي المرحلة مهمة وكتير أنا بركز عليها. يعني بالشوارع أحيانا بتلاقي الأطفال عم يلعبوا، في كتير الأمهات بيمنع أولادهم أنه يقوم بهذا الشيء. لا بالعكس، هي كتير مرحلة مهمة وكتير حساسة ولازم الطفل يقوم فيها. فنحن مش هيك عم نركز على اللعب التلقائي. دكتورة خلينا نتعرف أكثر على أنواع اللعب يلي لازم يمر فيها كل طفل وكل مرحلة عمرية بتتعلق بالطفولة، وأيضا نركز يمكن على مثل ما قلتي أنواع اللعب يلي ممكن الأهل يحرموهم منها، وخاصة في بعض الألعاب ممكن تأثر سلبا على شخصية الطفل. أكيد هلا في ألعاب، خاصة هلا الألعاب الإلكترونية الموجودة أثر كتير سلبية على الأطفال، خاصة الأهالي بتركون ساعات طويلة. يعني هلا هي أكيد لها أثر إيجابية لأنه هي بتعطي بتفتح لك العالم. نحن بالأخير قرية صغيرة، فهي عم تفتح لعالم تاني، أكيد فيها رسائل تعليمية بتعلم هذا الطفل، ولكن هي آثارها سلبية أكثر. الساعات الطويلة بالجلوس على الألعاب الإلكترونية كتير مؤثرة على الطفل. يعني مؤثرة أول شيء بتمنع الإبداع عند هذا الطفل. الساعات الطويلة بتقوم على حتى التأثير على البصر. أنت هذا الوميد السريع للألعاب السريعة المتقطعة هي كتير بتأثر على الطفل. حتى في أطفال يصابوا بالصرع، يصابوا بالرعاش. هي الساعات الطويله كثير مؤثره. حتى في العاب بتعطي الاشعه الكهرومغناطيسيه، الطفل وقت اللي بيتعرض لها لساعات طويله فهو بيمتص 70 80 ميجا هرتز على جسمه. هذا بياثر على هشاشه العظام، على التهاب الاعصاب. فهي الساعات الطويله كثير كثير مؤثره، حتى بتوصل لانعزال الطفل. وقت اللي بيقعد بيصير عنده ادمان وبيقعد بغرفته لحاله ساعات طويله مع اجهزه الكترونيه، فهذا بياثر كثير على الطفل.
تفكروا حالكم انه انتم عم ترتاحوا شوي من اطفالكم. هي عم يرتاحوا مؤقتا بس هي اسعارها لبعدين كثير حلوه، بس تكون ساعات كثير قليله محدده. يعني طبعا هذا بيعود للاهالي، بيعود للتربيه الموجوده بالبيت، لا الطريقه يمكن والطريقه تمام. هلا الالعاب بتنقسم بين اللهو بين اهدافها تربويه. عندنا مثل ما حكيت بالاول هي الالعاب التلقائيه، في عندنا طبعا هذا بده يكون قبل السنتين لأن الطفل بيقوم بحركات عشوائية، فيترك هذا الطفل أنه يتصرف بأي شيء هو واستكشافه كمان. بيستكشف إيديه، بيستكشف اللي أمامه، الأشياء الحسية هي كلها بتعطيه نمو لقدام. في عنا الألعاب ذات قواعد، يعني إلى قاعدة معينة، إلى هدف معين. هي الألعاب من أي عمر بتبدأ؟ هي بتبدأ من بعد السنتين. يعني من بعد السنتين بيبدأ هذا الطفل بمعنى كيف ذات قواعد، أنه ممكن لعبة وراء، ممكن الألعاب المكعبات اللي بتعطي رسالة معينة إلى قاعدة معينة، أنت تركب قطعة على قطعة، بصير بيبدأ الطفل بيتأقلم فيها وبيقدر يحسبها أو يفكر فيها يدركها لهي الألعاب. تيجي بعدها عنا الألعاب التمثيلية اللي هي بتكون قبل المدرسة، يعني وقت نشوف نحن كتير أطفال بيقعدوا بيمثلوا مع بعضهم، بيعملوا حركات، هي نترك الطفل يمارسها لأنه هي كتير بتنمي بتطور الآفاق المعرفية عنده. في عنا ألعاب فنية اللي هي بتعطيه الحس والرسم الخيالي، بيبدأ الطفل بيرسم بيعبر، لأنه كتير الألعاب بتبين للأهالي مشكلة الطفل إذا كان عنده مشكلة وبتبين مواهبه إذا تمام. عنده موهبة إذا عنده موهبة فهي بنقدر نحن ننميها، وممكن تكون مشكلة عند الطفل. يعني الطفل ممكن يرسم شيء هو يعبر عن ذاته، ما بيقدر يعبر بالكلام ولكن هو بيعبر بالرسم. فهي كتير كمات مهمة كتير عند الطفل. عنا الألعاب الإدراكية اللي هي طبعا مسؤولية الآباء وبالمدارس المدرسين المعلمين انه هن يبنوا او يعطوا بيئه. طبعا هلا عم تطبق بمدارسنا الخاصه انه بيقوموا بغرف خاصه للاطفال بيبدا فيها الالعاب، بيبدوا بيلعبوا فيها، بيخلقوا لحالهم. شو بيكون الهدف منه؟ هذا الهدف انه نحن نعطي هي البيئه هي الى اهداف اجتماعيه تربويه للطفل. وقت اللي بيكون مع مجموعه من الاطفال، وقت اللي بيمارسوا لعبه معينه بيبداوا فيها، فهي كثير بتعطي للطفل حتى ثقه بنفسه، يعني ثقه بذاته انه هو قادر يعمل شيء، قادر يساوي ولو جزء بسيط. يترك هذا الطفل يمارس اي شيء هو بده اياه. في عنا طبعا اكيد العاب التركيبيه البنائيه اللي بيبدا بعد المدرسه، بيبدوا بالتركيب اللي نحن عم نسميهم هلا، هي مالها مكعبات، هي اكثر هي البازل، هي اللي كثير بتنمي حتى الحس الرياضي، حس عم نشوف يعني العلمي موجوده، وهي موجوده صارت بكميات وبرسائل كثير مختلفه وحلوه كثير للطفل. يعني انشطه كثير حضرتك عم تقومي فيها حاليا خلال كمان شهر رمضان. بما يخص الالعاب عند الاطفال خلينا نحكي عنها دكتوره. هي من ضمن انواع الالعاب هي الالعاب خلينا نقول التفاعليه اللي هلا بتبدا، مثل المسارح التفاعليه اللي عم نقوم فيها للاطفال بالمسارح بالمراكز. هلا طبعا المنظمات عم بتقوم بهذا الشيء ولكن ضمن اطار مغلق، يعني ضمن غرف، ضمن مراكز معينه. نحن هلا عم نحاول وخاصة هلا بالصيف بالنوادي الصيفية انها تكون مفتوحة، تكون اوت دور، يعني يكون الطفل اخذ راحته، يجري، يركض، يمارس عمل معين لهذا الطفل. فنحن عم نقوم بهذا الموضوع بالانشطة انها تكون خارج، يعني بالنوادي، بالحدائق اللي هلا موجودة عنا. طبعا هي كمية كتير محدودة عنا، وبسبب طبعا الازمة والاوضاع الاهالي ما بيحاولوا كتير يخلوا الاولاد يخرجوا لهذا الموضوع. بس هلا لا، هلا صار في نوادي صيفيه بالمدارس عم نقوم بهذا الموضوع بهي الانشطه للاطفال. دكتوره يمكن في كثير العاب مثل ما ذكرتي بتاخذ وقت كثير كبير بالنسبه للطفل، وخاصه هلا مع نهايه المدارس، خلصت المدرسه الوقت مرتاح ومتاح لكل طفل. قديش المده المعينه يلي لازم يلعب فيها الطفل، قديش هي تكون مناسبه له يعني ما تاثر عليه سلبا، وبنفس الوقت كمان تشغله بأشياء مفيدة يعني مو بس اللعب؟ هلا انا دائما بقول هي نصيحه للاهل انه دائما يكون اللعب التلقائي او هذا الحر اللي انا عم اقول عنه اللي يترك الطفل ياخذ راحته ما تكون اكثر من ساعه ساعتين. يعني يعطي مجال ولكن هي بس ساعه ساعتين. الالعاب الالكترونيه ما تكون اقل من عمر السنتين، يكون كمان ضمن ساعات معينه. انا كثير بركز لعب الاهل مع الاولاد لانه الام والاب بيختلف لألعابهم. يعني دائما الام بتروح على الالعاب الارشاديه اللفظيه
الأب بيتعلم بس بده يتعلم الطفل، أما الأم بتروح على الأب بيروح على الأعمال الجسدية، يعني بيلعب معه بيحاول يعني ياخذ نوع من أنواع الرياضة الجسدية. هلا الاثنين مطلوبين والاثنين مهمين، كثير بركز على لعب الأهل يكون مع الأطفال ويخصص لهم يوم بالأسبوع يكونوا مع فعلا الأهل، لأنه هي كثير بتعطي يعني يعلم الطفل الرابط الأسري، الترابط الأسري، كيف يتعامل مع الآخرين، هي كثير مهمة وبركز كثير عليها. يعني يمكن دائما الأهل بخافوا من أنه يتركوا طفلهم يستكشف المحيط، تمام، وبخاف من هو بعمر صغير أو حتى وقت يكبر أكثر شوي شوي، كيف بيقدروا هن يمشوا معهم خطوة خطوة ليخلوهم يمكن يحموهم وبنفس الوقت يخلون انه هن يلعبوا ويعبروا عن حالهم؟ هي اللي أنا هلا قصدت فيها هي الالعاب الادراكيه، يعني انه دائما دائما يكونوا هن خليني اقول عند نظرهم للاطفال، محيطين فيهم مدركين فيهم، بس يتركوهم. يعني هلا في امهات مثلا انه خرب البيت عمل كذا، معلش اتركيه، يعني تركيه ولو فتره، طبعا اكيد ما له دائما مشان ما يتعلم، بس يمكن بيخافوا انه يصير فوضى، بس هو بيخاف في فوضى، تمام، بس معلش ولو فتره صغيره، لانه الطفل بحاجه لهذا الموضوع، هو هي الفتره اللي هي بتتكون شخصيته، فانا بدي اترك له هذا المجال لحتى هو يستكشف، مو انا ما علمه للطفل الاتكاليه. يعني انا ما علمه انه انا دائما بدي مشيك، انا دائما بدي اكون معك، انا لازم دائما اذا انت تعرضت لمشكله انا لازم اكون معك، لا، انا بترك الطفل يتعلم المشكله بعدين بنبهه. نحن لا، نحن فورا انه لا انا بخاف عليه، بخاف ينزل، انا ما انا دائما بقول لهم انه حتى ينزل على الشارع ينزل على الشارع، اكيد ضمن ضوابط يكون الشارع آمن او بس ينزل الطفل، لانه ما بيتعلم الا هيك، ما بيتعلم والا حيكون له اثار سلبيه لبعدين. كمان دكتوره اذا بدنا نحكي شوي عن تقسيم العطله الصيفيه بالنسبه للطفل، يعني في كثير اهالي دائما بفضلوا انه يتبع ابنهم دورات تعليميه وايضا يمكن يزيدوا عندهم مهارات معينه او حتى مثلا لغه معينه، بيعطوا دروس تقويه ويمكن بيهملوا الجانب الترفيهي للطفل. هلا هون كيف تنصحيهم، كيف بتنصح حنو يقسموا وقت طفلهم بهالعطله الصيفيه بيستفيد منها وايضا بيستفيد من الناحيه التعليميه؟ هلا مشان هيك انا رجعت ركزت على اللعب، اللعب له اهداف تربويه، له كثير اهداف تربويه بتوصل هي الفكره اللي نحن اياها، يعني انا اجمع التعليم واجمع بنفس الوقت اللهو، يعني اللعب هو مو ما له ترفيهي، هو ما له، هو ما له، لا ابدا عنه. هو ما له ترفيهي ابدا، هو كثير له اثاره الايجابيه على الطفل، بمعنى خليني اقول انا دائما اللعب هو مختلف عن العمل. العمل انا بعلم الطفل انه انا مثلا انت بدك تدرس لحتى تنجح دراسيا، له هدف. اما اللعب الطفل ليش بيحبه؟ لانه هو بيريده، يعني الطفل هو اللي بيطلبه، فانا وقت اللي بيطلب هذا الطفل يكون في له هدف تربوي، فهو بيتركز عند الطفل يشبع هذا الطفل تعليميا وبنفس الوقت اللهو. اللهو كثير مهم اللي هو نتيجته اللعب، فهذا كثير انا بركز عليه انه انا خليه يلعب الطفل بس يكون له هدف. هدف ما له اجباري، يعني انت بتدرس مشان تنجح، انا ما بعلمه هذا الشيء، انا هذا اللي هلا عم بعمله بحمله مع المركز زياد صقر التعليمي لدراسه اللغه الانجليزيه بحمله 1000 طفل، عم نقوم بهذا الشيء، يعني انا علمه اللغه الانجليزيه ولكن مو بس قواعديا، انا علمه للطفل وانا عم بلعب معه علمه كيف يحكي، كيف يمارس اللغه العاميه اللي هي اللغه الانجليزيه، فهي انا بكون علمته اللغه الانجليزيه اللي هي لغه العالم اللي هي لازم كل الاطفال تروح على اللغه، وبنفس الوقت حبب له اياها، وبنفس الوقت انا اطور له المهارات انه يكون في عنده لغه ثانيه. يمكن بيتقبل الطفل هالطريقه اكثر واسهل، كثير بيتقبل، كثير بيتقبل، بيكون ضمن مجموعه، بتكون انت عملتي له بلعبه، يعني خلال اللعبه انت عم تعطيه، عم تلقميه مفردات انجليزيه مثلا او بغض النظر شو ما كان يكون، تعطيه هذا كثير بيتقبل وبيحفظها سريعا، يعني هو بيحفظها وبيمتصها بشكل رهيب، فانا كثير بركز على هذا الموضوع. يعني منلاقي احيانا الاهل من عمر معين ببلشوا يقولوا لهم لاولادكم خلص انتم كبرتوا، تمام، ما بقى في تلعبوا، لا كبرت على هي اللعبه وكبرت، صح، على هي اللعبه، خاصه البنت يعني صرت صبيه، انت صرت صبيه، يعني من صفه لا لاي عمر، لاي عمر فعلا المفروض انه نترك اطفال
عملنا اولادنا انه هن يلعبوا ويمارسوا الالعاب يلي بحبوها مع اختلاف هي الالعاب من عمر لعمر. هلا نحن في عندنا مشكله شوي بهذا الموضوع، هي طبعا ما لها هي مشكله لا تحل، هي مشكله ولكن نحن بنعاني فيها انه الاطفال في عندنا احيانا من يعني ازدياد وعي الطفل انه عم بيروح للعبه معينه وعم بيضل وقت طويل، فهو ما عم بيصير عنده هذا الابداع. نحن عندنا اياها مشكله انه هلا الاطفال تحسيهم كثير واعيين، كثير عندهم ذكاء، وبتحسين ايه يعني تعدي معه للطفل بتحسي انه هو عم بيناقشك وبياخذ هو شخص كبير ما له صغير، فالاهالي بيعتبروا انه خلاص ابنهم كبر فهن بيلقموه او بيعطوه اشياء انه انت ما لازم تعمل هيك لانك كبير. انا ضد هاي الفكره تماما، انا بعطيه يعني بعطيه حتى لو غلط انه انت غلطت بس انه هو كان لازم يعني انا بعطيه نصيحه، ولكن انا ما بوجهه بتركه هو يوجهه هو يعالج المشكله، يعني يحس انه هذا غلط ويصلحه هو لحاله، انا بنصحه بس انا ما بوجهه. انا هي النقطه كثير بركز عليها. الاهالي نحن لا مثل ما قلتي انه هو بيكون صار عمره صف خامس، انت شاب يلا روح اهتم باختك. هلا حلو هذا الموضوع بس هو ما يكون كثير متطرف، هو يكون حد معين فقط مو اكثر من هيك. يعني لاي عمر دكتوره؟ هلا مثل ما قلت انه هلا انا ببدا من ايام من ابتدائي، يعني 6 سنين اول ما بيدخل على المرحله الابتدائيه انا كثير بركز على هذا الموضوع اني يعني انا اعطيه مجال. هلا من قبل هو بيكون تلقائي، فهي الاهل سهل عليهم انه يتركوه لانه هن ضمن نظر الاباء ويكونوا بالبيت الاولاد فهو ضمن نظرهم. اما بالمدرسه لا، هون بيبدا بقى بمرحله مختلفه، بصير بيختلط مع الاطفال، فانا هون بدي اعطيه هذا المجال لهذا الطفل ضمن طبعا قواعد وضمن ضمن قوانين انا بمشي عليها، ولكن بدي افسح له المجال. الطفل لازم اعطيه مجال لانه هو يعمل الشيء اللي هو بيحبه. يعني منشوف بالألعاب الإلكترونية حضرتك ذكرتي أنه فعلا هي إلى مدار سلبية كتير، أحيانا الأهل بيقولوا أنه لا زكي لك ما شاء الله عليه والله مسك الموبايل وفتحه لحاله وقدر يشتغل ومبسوطين هنا بهي الحالة، أو أنه شايفين أنه هذا الشيء ممكن يطور الذكاء عند الطفل. شو مدى هالمعلومه؟ هلا هي صح، هي ما بيقدروا الاهل، لك بالاخير نحن بدنا نعيش ضمن التطور اللي موجود. انا ما فيني امنع الطفل انه ما يلعب بهي الالعاب الالكترونيه، بس مثلا ما تكون قبل السنتين. يعني نحن هلا في عنا اطفال انا بشوفهم سنه ونص ماسكين الموبايل قادرين يلعب شهور عم يعطون، يعني عم يعطون شهور. انا هي ضدها تماما، ضدها تماما، لانه هي كثير بتاثر على الطفل جدا، يعني نفسيا واجتماعيا وحتى كنمو لهذا الطفل. انا ضدها هي تماما. بعد السنتين ممكن يمسكه ولكن ضمن ممكن تكون 10 دقائق. لكن دكتوره في اطفال يمكن صار عندهم هيك ولع بالموبايل من هن وصغار بيتفرجوا عليه، هي اكيد يعني الاهل بيكونوا زرعوا عندهم هالموضوع، لانه الام يمكن بتكون مشغوله ببعض الاشياء فبتسكت ابنها عن طريق الموبايل او الايباد او اي وسيله تسليه ثانيه، الطفل بيعند عليه وبصير بيبكي دائما انه بده الموبايل بده العب الموبايل. هلا هون كيف الام بقى بدها تخلص من هالورطه اللي وقعت فيها؟ يعني انا عندي انه اتركه يبكي، معلش يحس انه مو الطفل مو اي شيء بيحصل عليه، لا أو هذا بيضرك فانا ما لازم اقدم لك اياه. يعني انا بتركه بعطيه بس انه بفترات كتير صغيرة وطبعا وتكون موجودة الأم. يعني أنا مو أعطي وإمشي، مو أعطي وأنا أروح مثلا أعمل أي شيء وأتركه لهذا الطفل، لا، لأنه هذا بده يأثر عليه بعدين ما عاد فيها تقدر تتحكم أو تسيطر الأم. أما بعمر معين هي قادرة تسيطر على هذا الطفل، فأنا ضده تماما هذا الموضوع، ضده تماما. هلا بالمدرسة أنت ما فيك تتحكم كتير لأنه بيصير بيقول أنا رفقاتي حاملين، أنا رفقاتي، أنا ليش غيرهم، أنا ليش. ممكن أنا حدد هون بقى بحدد ساعات بس أنا بدي أعطيه مجال. قبل أنا ضده تماما. يمكن بس بوقتها بقدر حدد إذا كان من طبعًا الأصل ماشيين صح، اما اذا من البدايه لا، ما اكيد لا اكيد ما حطوا. احيانا بعض يعني الاشخاص ما بيكون عندهم غير طفل واحد في المنزل وبيكون محاط بعائله كلها اهتمام كبيره بالعمر أكيد. وكمان بنفس الوقت اهتمام وقت ما بيكون متوفر طفل لحتى يلعب معه الولد الصغير، شو هو اللعب يلي ممكن يقوموا فيه الاهل يساعدوه للطفل ليطلع يمكن من حاله هو اكيد ما راح يكون مبسوط انه هو وحيد وما في له من عمره حدا عم يلعب معه؟
أنا هون مثل ما ذكرت قبل هي الألعاب الإدراكية. أنا الأهل يعملوا شيء بالبيت يخلقوا له بيئة ليلعب فيها، يعني مثلا غرفته مثلا يحطوا له خزانة، يحطوا له ألعاب، يتركوه فترة يلعب لحاله، مثلا يطالعوه يحطوه بالنوادي الصيفية. كثير هلا في عنا نوادي صيفية ممكن. بالحدائق أنا ممكن وجهه يلعب مع الجيران، يطلع يلعب مع الأطفال جيرانه بالبناية بالمدرسة. أنا هي كثير بركز عليها، كثير هي بركز عليها لأنه هي كثير مهمة للطفل. يعني بالفعل هلأ عم تنتشر بشكل كبير كتير النوادي الصيفية، ويمكن ما في منطقة أو ما في مدرسة إلا ما عم تعمل بعض الأنشطة الصيفية. اليوم قديش الأهل لازم يلتفتوا لهذا الموضوع، يعني ما يقولوا إنه والله خلصت المدرسة، خلص خلص الالتزام وخلصت يمكن الروحة والجية على المدرسة، وهذا الالتزام يمكن اللي بيحسوا فيه وقت المدرسة. قديش بالفعل مهم النادي الصيفي؟ كتير مهم، ونحن كتير مركزين عليه النوادي الصيفية، وهلأ صارت ازدادت النسبة طبعا بعد ما يعني صار في أمان هلا بمنطقة دمشق. أنا كثير الحمد لله طبعا بنحيي الجيش العربي السوري، فهذا الموضوع كثير هلا ركزوا النوادي الصيفية، زادت عنا هلا دورات، حتى المبادرات والجمعيات كثير عم بتقوم فيها، يعني ممكن هي ما تكون إعلاميا ظاهرة ولكن كثير في عنا فعلا فعلا شباب كثير مركزين على النوادي الصيفية، والأطفال عندهم إقبال، يعني حتى الأهالي بيكونوا ارتاحوا فترة شوي من الطفل إنه هن عم بيسجلوا بهي النوادي الصيفية. فأنا كتير بلاقيها حلوة، والدولة كمان صار في توجيه لها، بشكر وزارة التربية فعلا كتير تمشي بهي المرحلة تبع اللعب، وكيف أنا بدي أخلي المعلم فعلا يدعم الأطفال المدرسة ويعطي مفهوم اللعب وكيف إلى أهدافها التربوية والاجتماعية للطفل. دكتورة بالنهاية نصائح أخيرة لكل الأهالي لحتى يتعاملوا بشكل جيد مع أطفالهم من ناحية اللعب وتنظيم وقتهم. أنا عندي بس أنه تتحدد الساعات فعلا للطفل للعب، واللعب يكون فعلا بشكل تلقائي. أنا كتير بهتم بهذا الموضوع، وفعلا يتسجل نوادي صيفية يكون الطفل نكسب تعليمية ونكسب كمان ترفيهيا للطفل. كتير بركز عليها، وبتمنى عن جد أنه كل الأهالي أطفالهم يكونوا بهي النوادي لنبني عن جد جيل قادر يبني سوريا إن شاء الله. أكيد نحن كتير نشكرك دكتورة راما زريق سفيرة النوايا الحسنة للطفولة، ونورتي صباحنا. حبيبتي أنا نورتوا أنتوا وقناة الأخبارية، ومشكورين كتير. شكرا لك دكتورة. أما هلأ أريج رح ننتقل لفعاليات مهرجان التسوق بحمص اللي عم تشهده، واللي عم يقيمه غرفة صناعة حمص بتعاون مع مجلس المدينة، ومشاركة فعاليات اقتصادية على أرض المركز الثقافي في حي الميدان. تفاصيل المهرجان مع مراسلنا أسامة ديوب. بهدف إعادة عجلة الإنتاج وأحياء الصناعات الوطنية، انطلقت فعاليات مهرجان حمص للتسوق الذي تقيمه غرفة صناعة حمص بالتعاون مع مجلس المدينة، وبمشاركة فعاليات اقتصادية على أرض المركز الثقافي في حي الميدان، حيث يتضمن أكثر من 100 جناح للمواد الغذائية والألبسة والكهربائيات بحصوم تصل إلى 30% بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم. الغرفة قامت بإعلام كل الصناعيين اللي عندهم رغبة بأنه يعرضوا منتجاتهم، بحيث أنه تكون بشهر رمضان المبارك من المنتج للمستهلك مباشرة بدون وسيط. مبدئيا في مشاركة بحدود 100 شركة، وفي إقبال جماهيري واسع، كله تمهيدا لعودة حمص إلى ألقى الاقتصادي، وخصوصا بعد تحرير الريف الشمالي بشكل كامل من قبل قوات الجيش العربي السوري. ويبدو أنه التفاؤل على وجه كل مواطنين حمص وأهل حمص مبتسمين ومقبلين على الأسواق. فعالية عاملين اليوم بس لنفرج العالم أنه حمص رجع الأمان بفضل بواسل جيشنا العربي السوري، الحمد لله. يعني هلا بمناسبة رمضان العالم نشوف حشود العالم، رح نعمل كتير فعاليات وإن شاء الله يا رب البلد للأحسن دائما. في شركات حابة يعني يكون شهر رمضان كريم، حابين نساعد بالأسعار المخفضة والطروحات. الهدف من المعرض تفعيل الحركة الاقتصادية بمناسبة انتصارات الجيش العربي السوري
وإن شاء الله خلو المدينة من الإرهاب كمدينة ومحافظة وريف. تشهد أيام المهرجان حضوراً وإقبالاً شعبياً كبيراً من مختلف أنحاء حمص التي تعيش فرح الانتصار وعودة الأمان إلى كل المحافظة بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري. اليوم عودة الحياة للسوق الحمصي، الحمد لله رب العالمين في إقبال، واليوم كان الافتتاح مثل ما كنتم شايفين في إقبال جماهيري كتير كويس، ونحن مبسوطين بهذا الإقبال. نحن مبسوطين أنه الأجواء الأمان عم ترجع لحمص، للساعة واحدة بالليل المهرجان في أمان عم بصير بالرجعة بالجاي، الشركات الوطنية كلها عم ترجع تشارك. يستمر المهرجان حتى نهاية أيام عيد الفطر، ويأتي كخطوة اقتصادية تعبر عن إصرار السوريين للمضي قدما في إعادة الإعمار. نيسان، وصلنا لمحطتنا الأخيرة من رحلتنا الصباحية لليوم، وهي رح تكون بعالم طاقة جسم الإنسان يلي عم تتحكم بطريقة أو بأخرى بحياته نتيجة ظروفه ومتاعب الحياة اليومية. عم يفقد الإنسان كتير من الوقت وكتير من هالطاقة، وبيصبح عرضة للأمراض النفسية وأيضا الجسدية. يعني مع شهر رمضان المبارك وساعات الصيام الطويلة كان لابد من الإضاءة على موضوع الطاقة والعمل على المراكز يلي بتتحكم بالجوع والعطش في جسم الإنسان. مع الدكتور أحمد العلي ممثل أكاديمية سوجوك للطب الكوري بالوطن العربي ومدرب معتمد في الجمعية السورية للشباب والتنمية. سعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. رمضان كريم. رمضان عليكم وصباح الخير سوريا، وإن شاء الله رمضان كريم على كل الشعب السوري إن شاء الله يا رب. دكتور، بحلقات ماضية حكينا عن السوجوك، خلينا نرجع نذكر مشاهدينا ونتعرف عليه أكثر. نظرية السوجوك حكينا عنها المرة الماضية، هي نظرية حديثة جدا. ساو باللغة الكورية تعني الكف، وجوك تعني القدم. يعني بيسموها الطب الكوري. حكينا انه الاكاديميه موجوده بموسكو، هي الجامعه الام ولها فروع في كل العالم. طبعا المؤسس الدكتور باراك جيفو الذي توفى بعام 2010 والنظريه قائمه، وكل يوم في ازدياد الحمد لله على نظريه الساوجوك في العالم كله. يعني دكتور، الساوجوك هل يمكن انه الشخص يقوم فيها بنفسه او لازم يكون معه يمكن مدرب معتمد او معالج مختص بهذا الموضوع؟ هلا الساوجوك ممكن يتعلمها كل شخص، اي شخص حتى الطفل بالروضه الابتدائي. يعني ممكن احنا نعلمه الكف، ساو الكف. الكف يشبه جسم الانسان، حكينا عنه المره الماضيه. اذا حطينا ايدنا مثلا الانسان يقف على رجلتين وايدتين، فهيشابه له بنظام تطابق لنظريه الساوجوك. رجلتين، ايدتين، بطن، ظهر، راس، رقبه، رئتين، قلب، فهي جسم الانسان كله. فانا متحكم بجسم الانسان عبر الكف، فهي العلاج عبر الكف، هي يساو الكف. فانا ممكن اذا وجعتني مثلا معدتي حكينا ندلك وبتم. هلا وحكينا بالحلقات الماضيه الساوجوك يعني عندنا ثلاث مراحل علاجيه. خلينا نرجع نذكر فيهم دكتور. نذكر احنا بالساوجوك عندنا النظام التطابقي، الكف يطابق جسم الانسان، عندنا الاصبع تطابق جسم الانسان، حكينا العقله هي صغيره ممكن تطابق جسم الانسان. فانا اذا بدي كنت زمان حكينا انه بدي اشعل التلفزيون بروح لعنده اكبسه او اي اداه كهربائيه بروح لعنده شغله. هلا من بعيد عن نظام تحكم كنترول. فايضا جسم الانسان مثل اي اله، ممكن انا اتحكم بمعدتي من خلال الكف، ممكن وجعني راسي دلك هون بطيب الراس، ممكن وجعتني ركبتي هي مطرح الركبه دلك هون رح تطيب ركبتي. فهي النظام التطابقي لجسم الانسان. دكتور، اذا بدنا نحكي شوي عن اهم الامراض واشيع الامراض يلي ممكن نعالجها عن طريق الساوجوك. هلا كيفيه علاجها؟ الامراض اليوميه بنسميها تماما، وجع الراس نتيجه العمل والتعب، هذا بسهوله احسن ما اخذ حبه انا بدلك بروح وجع راسي. ماشي اخذت شويه برد مثلا وجعتني معدتي، اي في نقطه بدلك عليها بروح. قديش المده دكتور؟ وكيف الطريقه بتكون؟ المده بسيطه جدا. هلا عندي البروف التشخيص ممكن العصاية الخشب، تفضل. هي الادوات التشخيص احنا بنسميها. كيف الدكتور يحمل سماعه، انا هي سماعتي. انا بدلك مثلا وجعتني معدتي مثل ما حكينا، بدلك هي راس المعده بنظام العقله
مباشره راح الوجع من عندي من هون خلال اقل من دقيقه. هون المعده او هلا هم نظام تطابقي هون راس المعده. تمام. هلا بالنظام العقلي انا حطيته هون، انا بشتغل كثير مع مرضاي باصغر نظام علاجي هو النظام العقلي، عقل اصبعات تمثل جسم الانسان. اي بشتغل انا هون راح الوجع مباشره. طبعا عم نحكي يمكن عن الالام العامه بشكل عام. الالام العامه يعني مو الالام اللي اسبابها يمكن امراض معينه. لا لا، في اذا في امراض معينه مثلا عندي وجع الظهر الديسك مثلا. انا الديسك تعرفوا عده انواع. انا ممكن اذا عندي وجع ظهر مخفف من الظهر بالغيه مو مخففه بنهيه. يعني هلا انا موجوع مثلا صار دلكت اسفل الظهر هون، مجرد ما دلكت هون راح الوجع من الخلف. اي شو صار نحن؟ انا فتتنا الموجه الالميه. كل الم بجسم الانسان هو عباره عن موجه الميه، نحن نقوم بتفتيته بالساوجوك، نقوم بتفتيته اما بالبروف تشخيص او بالابر او بادوات ثانيه نحن بنستخدمها. هي الابر شو دكتور؟ هي الابر الصينيه، والابر السوجوك تجي هسه اصغر من هي كمان، ممكن يستخدمها صغيره بالساوجوك. مثلا انا عندي مثلا اكيد بس مو اي شخص بيقدر لا يستخدمها. لا عاديه ممكن، ما لا عم استخدم انا الايد ما فيها شيء. انا عندي مثلا وجع اسفل ظهري بالنظام العقلي، هي اسفل الظهر، مجرد ما حطيت الابره هون. لازم يتم التدريب دكتور ما فيها شيء على هالامور، يعني لازم الواحد يعرف اماكن طبعا العلاجيه. ايه؟ طبعا احنا اول شيء اللي بده يشتغل بالساوجوك او بعلم الساوجوك بده يكون يحفظ يعرف جسم الانسان. يعني علم التشريح وظائفه، الكليه شو وظيفتها، الرئه شو وظيفتها، حتى يبدا بالعمل. بعدين انا بنطلق للعلاج. دكتور نحن بشهر رمضان وكنا عم نذكر بالبدايه انه يمكن في اماكن ومراكز بجسم الانسان بتتحكم بشعور العطش والجوع. خلينا نحكي شوي عن هي المراكز، شو هي وكيف بنقدر نتحكم فيها. تمام. هلا نحن جسم الانسان عندنا 640 نقطه بالطب الصيني. جسمي كله. هدول موزعين عبر ميريديانات او مسارات نسميها. مثلا المعده لها ميريديان مسار. الكبد له مسار، المثانه له مسار، الكليه له مسار، الامعاء الدقيقه 12 عضو بجسم الانسان دول شغالين مدى الحياه. فدول كل عضو منهم له طاقه وله مسار يمشي فيها. والميريديان او المسار له عده نقاط. انا بالنقاط هاي انا ممكن اتحكم بقى بنشاط العضو، ارفعه او هديه. انا مثلا عندي المعده بدي اياها تطحن اكثر غذاء تساعدنا على هضم بشكل اسرع، نشط المعده. انا في ميريديان اسمه ميريديان المعده، اي بحط ابره صينيه مع جهه المسار اعتبرنا تنشيط. بالساوجوك شو عملنا نحن؟ بدل ما اشتغل على الميريديانات الموجودين اللي بيشتغلوا بالطب الصيني بيعرفوا، عندي 12 مسار بجسم الانسان انا اختصرتهم كمان بالساوجوك الكف. 12 مسار بحطهم على اصبعتين. بس عندي مسار المعده هون، انا بضرب بحب كونوا صايمين هلا، المعده هون بدي نشط المعده. المعده تاتي المسار تبعها من الاعلى الى الاسفل، انا حطيت الابره بهالشكل. انا هيك شو سويت؟ نشط مسار المعده. صار في عندي بالابره او بالخشبه او عندي المغناطيس، عفوا اعطيني المغناطيس. مغناطيس اصفر، ايوه. هلا هذا المغناطيس اصفر كمان بنستخدمه نحن بالساوجوك كثير. هدول مغناطيسات علاجيه. بدل انا ما استخدم الابر، في ناس بتخاف من الابر. انا هي المغناطيس لونين ابيض واصفر اذا واضحين معنا. انا باخذ اللون الابيض هو الشمال المغناطيس والاصفر الجنوب. انا بدي نفس المكان على المعده بدي نشط المعده. انا هون هلا بدي انا برمضان صايم مثلا بدي انا ما اشعر بالجوع، بفتل المغناطيس بعكس المسار، خلي بالشمال للجنوب عكس مسار المعده، هيك بحطه انا بشعر بقى بشبع ما عاد اشعر بالجوع. هي كثير بتساعدنا. مثلا انا بنظام هي الميريديانات بنظام التطابق للجسم الانسان، انا عندي الاكل عبر الفم المري للمعده، انا بحط المغناطيس نفسه اذا بدي انا ما اشعر بجوع. كمان ناخذ لون اصفر الاعلى وبحط مغناطيس 2-3 بيكون صار بقى شو شهيتي بلشت تسكر. ما عاد اشعر، ما عاد بدي اكل. بعد قديش دكتور الواحد ممكن يحس بهذا الشعور؟ هي ممكن نحطه ساعتين مغناطيس. هي نحن بالساوجوك انا عندي نقطه بجسم الانسان اذا شعرت بجوع انا ممكن دلك هون. هي النقطه انا بس مجرد ما دلكتها تروح معي 3 ساعات شبعة. وجربوها يعني. يعني اذا واحد شعر كل الصائمين هلا بلكي. وهي دكتور شو نحن عندنا؟ هذا خاتم علاجي. حطي الارز بدك. الخاتم العلاجي هذا خاتم علاجي. انا شعرت هلا كونه صائم نحكي صيام انه شعرت جسمي بلش يتعب
نتيجة الجوع أو العطش، أنا بقى بدي نشط حالي، هي علاج. ما أن النظام عن النظام اللي بيساوجوك نظام الإصبع، مثل الإصبع يمثل جسم الإنسان كله، الرأس، الصدر، الجهاز الهضمي، فهي هيك الإنسان قاعد، فهي بيمثل جسم الإنسان. أنا مجرد ما مسكت الخاتم ودلكت راح أشعر بنشاط. قديش المدة؟ ممكن أنا 5 دقائق، ممكن 2 دقيقة. هلا اذا في مثلا وجع معين، حتى اذا عندي وجع مثلا بالكلى، هلا نتيجه الصيام في عطش كثير، الكليه هون موجوده بالنظام، انا بدلك هون بركز على النقطتين الدول على الكلاوي، بدلك تلاقي بلش بقى يشعر الانسان، اذا في اوجاع بلشت تروح، وفي بلش بيشعر بنشاط. ممكن اذا بدي اعمل ريلاكس استرخاء، انا بدلك بهدوء بهدوء بلاقي نمت، بشعر حالي نمت بهالخاتم العلاجي. بالفعل دكتور، يعني بفترة الصيام بتخف شوي الطاقة عند الإنسان، وخاصة كمان يعني مع الطقس يلي بيخلي الواحد يشعر شوية خمول، عن طريق هيك خاتم ممكن هو تقوي الطاقة عنده؟ هلا لا، بدي صلح لك المعلومة، الصيام بيزيد الطاقة ما بينقصها. ليه؟ بس هو الطقس يمكن عم يأثر ولا سلبا. لا لا، هلا نحن الصائم، أنا بعتبر الجسم الإنسان مثل أي آلة. هلا عندك انت الموبايل، نعطيه معلومات، نخزن معلومات كثير، شو بصير فيه بعد فتره؟ بيقول لك الجهاز بحاجه الى مسح بعض المعلومات. ليه؟ معبى. فنحن جسم الانسان كل السنه عم يشتغل، الاعضاء عم تشتغل 12 ساعه او 12 شهر، فهي الاعضاء بدها رياحه، بدها فرمته. فنحن بنجي بالشهر الصوم، جسم نتيجه الجوع 15 ساعه تبدا الاعضاء بعلاج نفسها ذاتيا. فمن هون يصير اللي بيكون صيامه صح بتلاقي بلش يصير في نشاط اقوى. ليش؟ لان المعده كان الخمول والتعب مو من الصيام. لا، هذا اللي بحكي لك عنه شوي. لما انا جوعت جسمي 15 ساعه، المعده جاعت، الكبد جاع، هذا شو صار عندنا بقى نحن؟ كل شيء سلبي في جسمنا بلش شو يتفرمت لحاله. لوين يتفرمت؟ الكب، عبر الجهاز الاجهزه البوليه او هي. فلما طرحت السموم من جسمنا نتيجه الجوع الشديد، هلا صار في عندنا علاج حتى السرطان، صرنا نعالجه بتجويع السرطان، خلايا السرطان من جوعها بتموت. كيف الرحمه هل الله عز وجل امرنا فيها بالصوم 30 يوم بالشهر هذا؟ انت عم تعالجي نفسك، جسمك عم يبدا يعيد فرمت ذاته، عم يرجع الاعضاء، المعده، الكبد، المراره ترجع جديده، الخلايا السلبيه بجسمنا موجوده، نحن بلشنا نتيجه الجوع الشديد تضعف تضعف تضعف، بلشت تنطرح، تاتي خلايا جديده بعد منها تحاوطها تقضي عليها. فمن هون بيشعر الانسان بنشاط بالصوم وليس بخمول. ليش الخمول هون بنحكي بقى؟ انا لما بدي يكون صايم 15 ساعه ويبدا بعد منها الافطار، هون تبدا العمليه اللي مو منيحه، انه انا حاط لي 20 نوع طعام. نتيجه الغذاء يمكن. الغذاء طبعا، هون دخلنا الغذاء. لما الانسان يفطر على ماء وحبات تمر، 3 حبات 5 حبات تمر، فبتلاقي وترك بعدين بعد ساعتين اكل، بتلاقي حاله نشيط، بحس الطاقه عنده عاليه، صار طاقته ايجابيه كثير، مع يعني حس حاله صار يعني مثل الحصان. ليه؟ لانه الجسم قاعد فرمت نفسه. بينما شربت انا مي، بعدين سوس، بعدين تمر هندي، بعدين عصائر، وبعدين نزلنا على الطعام كله قفى بعضه، شو بصير فينا؟ هو لازم يمكن يكون نظام صحي. شهر رمضان المبارك لازم الانسان انه هو يستفيد من هذا النظام بكل تماما بكل. حتى حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما مأل ابن ادم شر من بطنه. يعني نحن من وفي بعدين لقيمات بيقول لك تقي صلبه، تعطيه بعدين، يقول لك اذا ما بدك تقدر انت تاكل شوي او تنظم اكلك، اخي قسم معدتك ثلث الهواء، ثلث الماء، ثلث الطعام. نعم، يعني احنا بنشكرك دكتور لوجودك معنا اليوم وللمعلومات يلي قدمت لنا اياها. معلومات جديده دائما بنحب نطرحها نحن ضمن صباحنا ونوسع المعرفه بهيك علم الساوجوك. شكرا كثير لك دكتور. في شغله كمان، النقاط الانعكاسيه بتساعدنا بالصوم، عندنا نقطتين بالاذن، نقطه الجوع ونقطه العطش. كمان عندي في هي يمكن افرجيكم اياها، بنحطها بالابر الصينيه. ما حكينا عنها، هي ابر كمان صينيه، ممكن انا هي باخذها وبحطها بالاذن، في عندي نقطه الجوع، مجرد ما حطيتها باذني ما
هاي ممكن تتركها اسبوع. اه هي بتنفع لكل الاشخاص اللي بيحبوا يقوموا بتنزيل وزنهم يمكن كمان. بس بالصوم بحط انا في نقطه الجوع ونقطه عطش، مجرد ما حطيتهم بشعر انا حالي ما بعد عطشت. تمام. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي اعطيتنا. يعني ميسان لهون بيكون مشوارنا الصباحي الرمضاني معكم مشاهدينا وصل لنهايته، مساحه جديده بنلتقي فيها معكم بكره مع ضيوف ومحطات جديده بنطلع عليكم الساعه 10 صباحا من مطعم قصر الياسمين بدمشق، واكيد نتمنى لكم بقيه نهار كله يحمل الخير والبركه. ومنحب نشكر ميسان المصممه مصممه الازياء عليا الغبره اللي عم تهتم بملابس المذيعات واطلالتنا خلال شهر رمضان المبارك، اكيد بنشكرها. واريجنا بالختام كل الشكر لكم مشاهدينا صباحنا غير، هو عنوان مساحتنا الرمضانيه اللي عم نحاول فيها رصد نبض الحياه بسوريا خلال الشهر الفضيل. مشوارنا بيتجدد بلقائنا معكم، واجواء رمضانيه مميزه برفقه العائله والاسره بنتمناها لكم مشاهدينا. باي باي. Bye-bye.